الكلام مش مستجيب والصمت عار والمسافة بعيدة بين الفعل والقول البليد، لكن نحاول. لا قصيدة هتجري على الأسفلت ولا ترمي حجر، ولا فوق كتافها راح تحمل شهيد، ولا هتبعد خطر ولا هتقرب بعيد. الكلام آخر المطاف هو كلام، والدم دم. القصيدة توصف الدم الزكي ما تشيلش نقطة، توصف الأم اللي ماتت بنتها قدام عينيها، بس وصف، وصف جيد، وصف خايب، وصف صادق، وصف كاذب. في النهاية كل وصف، كل شعر وصف، ما يساويش في سوق الحق صرخة الكلام عن كل ده شيء من التطاول، إنما لازم نحاول. النهاردة ذكرى رحيل الخال الأبنودي. الحقيقة هي أيام النهاردة بالذات هي ذكرى رحيل الأبنودي وذكرى رحيل سيد مكاوي وذكرى رحيل صلاح جاهين، وكأن 21 إبريل كان دائما يأتي بأخبار لعالم الثقافة والفن وللمصريين وللعرب بأخبار يعني غير سعيدة. ببدأ بكلام الخال مش بس عشان بنتذكره في يوم رحيله، بس عشان كلامه فكرني بيا، فكرني بعنادي أو بغبائي أو بخبتي. ناس بعتوا قالوا لي كفاية غزة، كفاية إسرائيل، شوف لنا الكهرباء والأسعار ورغيف العيش. تعبنا من كلامك، وانت كمان لازم تتعب من الكلام عن الحرب والدمار والقتل. قالوا لي حماس يا ما عملت وسوت فينا، وقالوا لي ايه فايدة كلامك، وايه فايدة اي حاجة غير اننا نبقى فاكرين وما ننساش، وكل يوم شايف اللي بيتقتل، ولد وبنت في عمر الزهور، مش عارف اوصفهم زي ما قال الخال. وصف جيد، وصف خايب، وصف صادق، وصف كاذب. في النهاية كل وصف. سامحوني بس مش قادر اسكت، عشان لو سكت مين هيتكلم ومين هيفتكر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم كده في البداية ان النهاردة ذكرى رحيل الخال الأبنودي وذكرى رحيل صلاح جاهين وذكرى رحيل شيخ الملحنين سيد مكاوي، ثلاثة من العمالقة، من أجيال العمالقة ومن جيل العمالقة. مصر دايما ولادة، كلمة دايما بنقولها، ومصر بتأتي بخيرة الشباب اللي بيبقوا الكبار ويبقوا العمالقة. التلاتة كانوا من الشباب ثم أصبحوا من الكبار، ثم رحلوا عن عالمنا وسابوا لنا تاريخ كبير قوي نتحاكى بيه ونتكلم عنه ونقول في قصايده أو نقول في ألحانه أو نقول في كلماته العامية والفصحى وغيرها. مصر هي كل دول وأكتر من دول. مصر بأدبائها وفنانيها وعلمائها ومدرسيها وأطبائها. وامبارح شفنا ازاي الدكتور أحمد عبد العزيز حط كفنه على ايده، قفل عيادته اللي ممكن تكون بتدر عليه قد كده، وساب عيانيه ربنا يعينهم وأكيد شاف لهم بديل، وخد بعضه وقال أنا رايح عشان أموت في غزة. هي دي مصر، هي دي مصر يلي عايز يقول يا مصر. هي دي مصر اللي عمرها ما ممكن تلتفت لقزم يتكلم عن مصر ويقول كلمة كده أو كلمة كده، ولو قال كلمة كده أو كلمة كده يبقى هو حقيقي قزم. مصر في أزماتها وفي معاركها وفي مشاكلها وفي كل الأوقات كلها عمالقة. إحنا لازم نصدق ده قبل غيرنا. لما هنصدق ده وهنبقى عارفينه، هنبقى عارفين ان مفيش حاجة ممكن تقف قدامنا، مفيش تحدي يقف قدامنا. شفنا الناس بتشعر في مواطن مصري
رمى نفسه في الميه في دبي عشان خاطر ينقذ اسره في سياره. يمكن يكون في ناس تانية عملت كده من جنسيات تانية، بس النهارده بنتكلم على ان المصري بشهامته بطريقته رمى نفسه في الميه، ومصري بشهامته وبطريقته رمى نفسه على خط النار، ومصري بشهامته وبطريقته عمل كل حاجه وواصل الليل بالنهار عشان يوصل لقمه عيش وازازه ميه لاشقاء موجودين، ومصري بطبيعته مش قادر ينسى قضيته، وبعض الناس بتقول له ما هياش قضيتنا، وبيقول لهم لا هي قضيتنا. لما الدنيا تبقى ولعه حوالينا، لما نسمع ان اول امبارح اسرائيل ضربت في اصفهان في ايران، سواء الكلام ده حقيقي او مش حقيقي، لان سامعين كمان ان ايران بتجيب دفاعات جويه وبتجيب طيارات سخوي 35 عشان خاطر تقدر ترد الضربه ضربه. هنتكلم في الكلام ده وفي الموضوع، بس اللي عايز اقوله الدنيا ولعه حوالينا، ولعه في لبنان، ولعه في غزه، ولعه في فلسطين، والله اعلم ايه اللي جاي بعد كده. لو احنا عايزين نقعد ونركز في كيلو السكر بكام، لو انا اتكلمت من هنا لبكره كيلو السكر مش هيرخص قرش ساخ. لو اتكلمت من هنا لبكره القرار اللي واخداه الحكومه بتخفيض الحمل الكهربائي مش هيقل دقيقه. حضرتك عارف المشاكل، المشاكل اللي انت عارفها لأسامة كمال ولا 100 أسامة كمال عندهم قدرة انهم يحلوها، كل اللي هيعملوه انهم بيتكلموا بلسانك برضو عشان خاطر لعل وعسى او عشان يكسب بنت عند حضرتك. بس لما اقولك اللي بيحصل اللي ممكن يبقى فيه ايجابيات شغالة او حتى سلبيات موجودة او حتى مشاكل لازم نخلي بالنا منها او ناقوس خطر لازم ندقه قبل ما الخطر يهجم علينا وعلى اللي حوالينا، اعتقد ان ده جزء من دور، مش هقول كل الدور لان في زملاء اخرين بيلعبوا الدور ده احسن مني واقوى مني وبطريقه مؤثره اكتر مني. سامحوني، القضايا اللي انا بتكلم فيها لا قادر انساها ولا قادر ما اقول لكمش عليها ولا قادر ما الفتش النظر ليها. النهارده كان في جلسه تاريخيه في العاصمه الاداريه لمجلس النواب برئاسه المستشار حنفي جبالي اللي رحب بالاعضاء في اول جلسه للمجلس في المقر بتاعه في العاصمه، ووصف مقر المجلس انه ايقونه العمران، العمران الحديث في مصر اللي اتصمم بايد مصريه وفقا لمعايير عالميه وتم انجازه في وقت قياسي، وقال انه رمز لحاضر ومستقبل مصر، وان الجلسه دي جزء من التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري. المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة عن مشروع قانون التأمين الموحد. دكتور حنفي جبالي أكد أن مشروعات القوانين بتاخد وقتها في المناقشة ومفيش سلق قوانين والمجال مفتوح للمشاركة لكل النواب، وقال البعض كان قال كلمة سلق قوانين لكن حرية الرأي تمنعني من التدخل أو حذفها من المضبطة، لكن مفيش مجال أن ده يحصل تحت القبة والمجال مفتوح والباب واسع، وطالب النواب بحضور اللجان دون قيد أو شرط. خلوني ارحب بالنائب المحترم دكتور ايمن محسب وكيل لجنه الشؤون العربيه بمجلس النواب، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك يا اسامه بيه، واهلا بجمهورك الكريم، تشرفنا فندم. حضرتك اوصف لنا كده انتوا كنواب كنتوا النهارده مشاعركم عامله ازاي وانتوا موجودين، دي تاني مره تكونوا موجودين لكن اول مره بتكونوا موجودين لانعقاد البرلمان المصري داخل العاصمه الاداريه الجديده. صحيح طبعا، هي دي تاني مرة ندخل المجلس الموقر المحترم اللي يليق بجمهورية مصر العربية، اللي يخلي شكلنا كلنا كمصريين والعالم كله بيشوفنا من كل حتة في العالم ان البرلمان المصري في مكان يليق به ويليق بالجمهورية الجديدة ويليق بالعصر الحديث من احدث انواع التكنولوجيا الموجودة داخل المجلس. زي ما سيادتك تفضلت وقلت على لسان
الاستاذ الدكتور حنفي جبالي الحقيقه هو تصميم مصري 100% تحت اشراف عالمي في التصميم، انما كل الايدين اللي اتمدت وبنت هذا الصرح العظيم جدا مصريه 100% تم اشرافها تحت القوات المسلحه. الحقيقه البنيان تم في انجاز سريع جدا، كل المواد المستخدمه والمواد الخام كلها مصريه 100% باستثناء طبعا المواد المرتبطه بالتكنولوجيا الخاصه بالصوت بالتحديد، يعني حتى الشاشات الكبيره العملاقه اللي بنشوف فيها بعضنا واحنا بنتكلم ونتناول الكلمات والنقاشات برضو من المصانع اللي صنعت في مصر هنا، شركه اجنبيه ولكنها صنعت على ارض مصر في مصنعها في بني سويف بالتحديد. يعني ده صرح عظيم كان النهارده كده كل كده عرفنا الماركة يا سيادة النائب، كده عرفنا ماركتها ما انا ايه. مش قادر اقول الماركه، انا مش تمام. قادر اقول الماركه عشان الاعلام مش اكتر، انا الواحد فخور والله يا اسامه بيه، احنا عندنا فخر شديد جدا من اي منتج بيتم على ارض مصر مهما كان الذي يملكه، فهو في الاخر منتج بيتكتب عليه دمغه اسمها صنع في مصر، وهذه الدمغه التي نتمنى ان تزدهر وتنشط سواء بايدين مصريه او بمستثمر اجنبي، على اي حال هي في الاخر اسمه توطين للصناعه المصريه. فاحنا النهارده في المجلس كان الفخر بداخلنا كبير جدا، شعورنا بان احنا شكلنا العالم كله قادر، شفنا ببرلمان والله انا ما ببالغ قد يكون من احسن برلمانات العالم، انا شفت اكثر من برلمان في الاوروبي الاوسطي وغيره مش بهذه الكفاءه ولا بهذا الحجم ولا بهذا البنيان المحترم. طب ما هو وزي ما دكتور انت ايمن، الناس بتقول، ويعني اكيد حضرتك سمعت هذا الكلام، رحنا في مبنى جديد في عاصمه جديده بجمهوريه جديده، فلا بد ان يكون في فكر جديد ويكون في جهد اكبر ويكون في شغل اكتر. هل النهارده اعضاء مجلس النواب المحترمين عندهم الاستعداد ان هم يبذلوا هذا الجهد عشان الصوره لما تتنقل للمواطن ان يلاقوا ان لا اللي فات ده حتى لو كان فيه جهد، لا اللي جاي ده الجهد اللي مطلوب اكتر واكبر؟ لا شك ان مناخ العمل بيأثر على العامل بشكل او باخر، يعني احنا لما لقينا نفسنا قاعدين مرتاحين، مساحتنا كبيره، وسائل التكنولوجيا ونقل المعلومات كبيره، القانون والتشريع المتقدم هو يعتبر من افضل واحدث المنظومات التشريعيه في العالم، لما النهارده بنتكلم في اول يوم جلسه في هذا البرلمان او هذا المبنى الجديد بنتكلم على بشكل مباشر كده التأمين الشامل او التأمين الموحد او قانون موحد بنضم 5 قوانين متشابكه كانت بتثقل على المواطن المصري وعلى الموظف حتى الحكومي ان هو يبتدي يفسر ويتناقل ما بين قانون وقانون وقانون. النهارده في دمج تم، وهذا هو احدث الاساليب التشريعيه في العالم، يعني فرنسا بالتحديد هي اول من التجأ لذلك بانها تجمع كل القوانين المتجانسه المتشابهه اللي تخص موضوع واحد في قانون واحد، ده اللي مصر بتعمله النهارده في الجمهوريه الجديده، وكان افتتاح ولا اروع الحقيقه ان احنا نبدا بهذا التشريع المنضبط المحترم اللي له العديد من المميزات وله العديد من المردود الحقيقي سواء على المواطن المصري ضد مخاطر الحوادث ولا الحريق ولا خلافه من كافة المخاطر، ربنا يستر وما يجيبش حاجة وحشة، ولكن آلية ضبط نفسها في القانون وتوضيح ازاي المواطن يبتدي ياخد حقه بشكل سريع جدا، ده مكتوب في القانون ده. التشابك اللي كان بيتم يبقى المواطن مشترك في 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 اشكاليه في التامين مثلا ضد مخاطر معينه يبتدي يتعرض لقانون او 2 او 3، فالموظف في التامين مش عارف يدي له حق. النهارده حتى حوادث الطرق اللي كانت بتتم ودون مضاهوي دافع عليها تامين اجباري، النهارده الاليه منضبطه اللي عملناها بحيث ان المواطن في سرعه شديده، والزمنا الحقيقه هيئه الرقابه الماليه انها تراقب على كافه شركات التامين الحكوميه قبل القطاع الخاص، نعم، بانها تقدر بسرعه جدا في وقت وجيز تطلع ما يستحقه طب المواطن المشترك دكتور أيمن، يعني دكتور أيمن، يعني مش هقدر أسيب الفرصة وحضرتك وكيل لجنة الشؤون العربية، وإحنا النهاردة الشؤون العربية محتاجة نظرة مهمة وكبيرة، وإحنا بلادنا العربية بتتعرض للأزمات، الأزمة اللي موجودة في غزة طبعا، الأزمة اللي موجودة في السودان، الأزمة اللي موجودة في لبنان، الأزمة اللي موجودة في ليبيا، التصعيد والتوتر اللي موجود في المنطقة، لجنة الشؤون العربية بتتعامل إزاي مع القضايا دي؟ من أول ما أزمة غزة في 7 أكتوبر الحقيقة الماضي ابتدت، وهذا العدوان الإسرائيلي هي السار أزمة على غزة أهالينا في غزة، بدأت في 67 مش في 7 أكتوبر يعني. عند سيادتك حق طبعا، عند سيادتك حق، ولكن التصعيد الأخير نعم. وقصف المدنيين وقصف المستشفيات وهذه الوحشية في التعامل الحقيقة كانت من ساعتها حتى هذه اللحظة نحن في حالة انعقاد دائم، نتناول الشؤون على قدم وساق، نتابع ما تقوم به الخارجية المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا التناغم الكبير اللي تم اللي كان على أثره
تعديل ثقافات كبيرة جدا موروثة كانت إسرائيل قدرت تبنيها عند الغرب. يعني شفنا في أول الأزمة بتاعت 7 أكتوبر، الحقيقة شفنا فرنسا بترفض التدخل، شفنا إنجلترا بترفض، شفنا كندا بترفض، شفنا العديد من الدول الكبيرة في العالم تنظر الموضوع بوجهة نظر بعيدة عن الحق وبعيدة عن الإنسانية. بعد ما قامت به الخارجية المصرية وبعد ما قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشخصه وتناول الاتصالات الدائمة واللقاءات الدائمة وما تم، النهارده شفنا فرنسا موقفها اتغير، شفنا كندا بتطلع بيانات ضد إسرائيل مش هديها سلاح، شفنا العديد من الدول ابتدى النظرة للأمور تتغير. وده شيء طبعا يعني القضية الفلسطينية هي قضيتنا نحن، ونحن لا نساند الفلسطينيين، نحن شركاء، نحن أصلا والفلسطينيين حاجة واحدة. ده دي المنهجية اللي اتربينا عليها واتولدنا عليها في مصر. وزي ما المقدمة اللي حضرتك الرائعة اللي تناولتها اللي أثرت في كل وجدان أكيد أي مشاهد لأنها صادقة وتحمل كلمات إنسان مصري بيعبر من قلبه دون أي الحقيقة لا 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 نقدر نقول مغالاة ولا أي نوع من أنواع التشدق بعبارات غير دقيقة. لا الحقيقة إحنا في لجنة الشؤون العربية يهمنا الشأن السوداني ويهمنا الشأن الليبي، وبالمناسبة إحنا عندنا بكرة جلسة طارئة لأحدث ما نقف على ما تم خلال الكام يوم اللي فاتوا في فلسطين بالتحديد، ثم السودان يوم الثلاث إن شاء الله. إحنا كل يوم عندنا جلسة مع الخارجية وأرهقنا الخارجية، ولكن إحنا بنقول نحن في حالة طوارئ، وكان الله في عون الرئاسة المصرية، وكان الله هو الله في عون الخارجية المصرية، وكان الله في عون هذا الشعب العظيم الذي تحمل ما يتحمله بشر. يا أسامة بيه اسمح لي أقول لك بشكل مباشر وصريح ودون أي مغالاة، أنا عضو مجلس الشعب ويهمني ننقل للناس الإحساس اللي ممكن ما يكونش واصل برضو على قدر ما أستطيع أن أوصل، إن في حاجات لا يمكن أقدر أتكلم فيها يعني بنسبة 100%. مصر تتعرض لمؤامرة خطيرة، مؤامرة كبيرة جدا. مصر تضرب من الشرق والغرب والجنوب، مصر تضرب بشكل محاصرة اقتصاديا بشكل غير عادي، مصر المقصود أنها تهدد، مصر المقصود أنها ما تقفش على رجليها. ما تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء يخض ويرعب الحقيقة أن هذه الدولة بهذه الإمكانيات المتواضعة، ولكن بعمل قوي وبجهد وبإرادة حديدية قدرنا نغير شكل الجمهورية المصرية بشكل مختلف. مش العاصمة الإدارية بس، العالمين الجديدة، المنصورة الجديدة، الصعيد اللي أنا شفت في لجنة الخطة والموازنة بنفسي اتصرف 50 ضعف ما كان ينفق في كل السنين اللي فاتت، مش في سنة واحدة، يعني ما أنفق في الموازنة السنة اللي فاتت واللي قبلها بس قد 50% من حجم اللي اتصرف على أهالينا في الصعيد وفي القرى الفترة اللي فاتت. حياة كريمة حدث ولا حرج تكلم عن ابدأ، وهذه المبادرة اللي قالت ان مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة قالت ان شباب مصر يستطيع بالجهد ومد الايد ايديه. لا احنا بنكبر، ولكن مين هيسمح لنا نكبر وعلى حدودنا هذا العدو الحقيقة الذي يعني له أهداف واضحة واستراتيجية واضحة للتوسع على حساب جيرانه طبعا. بما ان حضرتك يعني في هذا الموضوع حضرتك الحقيقة بتتكلم عنه بشكل الحقيقة انا معجب جدا باسلوب حضرتك، فبدعو حضرتك ان احنا نكون في حلقة نقاش هنا موجودة جوه برنامجنا مساء دي ام سي، عشان فعلا احنا محتاجين نتكلم اكتر عن الشؤون العربية. وبشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا النائب المحترم الدكتور ايمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب. طب نرجع لموضوع العيش، يعني الناس بتتكلم عن العيش، وطبعا العيش ده موضوع في منتهى الأهمية وموضوع مهم ان احنا نبقى باصين له. طبعا الواحد بيتذكر، وكنت لسه بحكي للزملاء قبل ما نطلع في البرنامج على ايام المظاهرات اللي خرجت سنة 77 عشان خاطر العيش، والواحد بيتذكر بيقول هو كان بكام وكانت ايه المشكلة. فاعتقد المشكلة لو انا متذكر كويس ان رغيف العيش كان بقرش ساخ فزاد لقرش ونص، او كان بنص قرش فزاد لقرش ساخ، يعني الفاكر ان الموضوع كان نص قرش. فمن 77 للنهاردة حياة اخرى وعالم اخر ودنيا تانية وفلوس تانية خالص. امبارح كنا ذكرنا لكم كده ان في مركب جاي محمل بالقمح وصل لمصر، ده لتأمين وجود القمح ووجود الدقيق ووجود رغيف العيش. النهاردة الوزير المحترم دكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعل تطبيق سعر العيش السياحي اللي وزنه 80 جرام خلاه بجنيه ونص، الوزن اللي هو 40 جرام بقى 75 قرش، والوزن ال 25 جرام بقى بنص جنيه أو بخمسين قرش، الفينو بقى بجنيه ونص لل 50 جرام وجنيه للوزنه 35 جرام.
القرار بيشدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة الفرن بخط ظاهر عن أسعار وأوزان الرغيف حسب المواصفات المقررة للمخابز الحرة والأفرنجي والفينو من الدي السياحي 72%. دوروا دايما أن الكلام ده يبقى مكتوب في الأفران، ومحتاجين برضو زي ما كنا بنتكلم عن الطرق والكباري محتاجين وسيلة للإبلاغ. المخابز بتوفر دي الحر 72% بيتوفر لها من مطاحن القطاع الخاص الحرة، واللي هيخالف هيتعاقب، وده الكلام اللي صدر عن وزارة التموين. يبقى احنا في الحالة دي محتاجين كويس قوي اننا نبقى شايفين هل النهاردة الجنيه ونص الحر ده هل ده سعر التكلفة؟ انا اعتقد انه يمكن يبقى اقل كمان من سعر التكلفة. طب ايه اللي بيعوض ده؟ اعتقد ان الدقيق اللي بيجيله القمح، يعني هو قطاع خاص في قطاع خاص، ولكن في النهاية سعر الرغيف انه يبقى بجنيه ونص ده يعني رقم بالنسبة لي انا، يمكن عشان انا جيل قديم، ده رقم مذهل، لكن هو ده الواقع. ان حضرتك وانا وغيرنا اننا ناخد على الاقل حقنا من الموضوع، ان انت يبقى لما تدفع جنيه ونص ده يبقى للوزن بتاع الجنيه ونص، ما تاخدش في الوزن ابو جنيه تاخده بالجنيه ونص، دي قصة تانية هي اللي احنا لازم نتكلم فيها. تعالوا اكلمكم عن موضوع تاني. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيكشف حقيقة اختفاء سرير فضة من مقتنيات متحف قصر محمد علي في المنيل. هل فعلا السرير الفضة ده اختفى؟ هو ايه قصة السرير الفضة دي؟ المهم المركز الاعلامي تواصل مع وزارة السياحة والاثار اللي نفت الكلام ده وقالت ده ملوش اساس من الصحة. السرير موجود في المتحف، ده بيخص السيدة امينة هانم الهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والامير محمد علي توفيق اللي عمل المتحف. هو تحفة فنية لا تقدر بثمن، السرير لانه فضة خالصة في زخارف ونقوش جمالية مش موجودة في حاجة تانية، لكن هو مش معروض حسب كلام الوزارة لأنه بيتم ترميمه، لأنه هيتعرض بعد كده في سيناريو عرض متحف قصر محمد علي اللي بيتم تجهيز لافتتاحه قريب. بما أننا بنتكلم عن الآثار، في خبر مهم، وهو أن النهاردة وزارة السياحة والآثار استلمت راس الملك رمسيس من العاصمة السويسرية بيرن بعد ما الوزارة نجحت في استعادتها شهر يوليو اللي فات، وتم تسليمها للسفارة المصرية، ووصلت مصر النهاردة، اتحطت في مخازن المتحف المصري في التحرير تمهيدا للترميم. القطعة دي عمرها أكتر من 3400 سنة، اتسرقت من معبد رمسيس في أبيدوس وخرجت من البلد بطريقة غير شرعية من 30 سنة. هي جزء من تمثال جماعي بيصور الملك رمسيس الثاني جالسا. عقبال إن شاء الله باقي القطع، وخصوصا الحملة اللي عاملها العالم المصري الكبير الدكتور زاهي حواس لاستعادة راس نيفرتيتي من ألمانيا وحجر رشيد من بريطانيا والقبة السماوية. وفاكرين اتفقنا مع الدكتور زاهي هنا اننا ندخل كلنا للتوقيع من خلال الكيو ار كود اللي احنا هنحطه لكم هنا على الشاشة. هل موجود الكيو ار كود قدامنا يا شباب؟ بيحصل؟ طب نستناه لحد ما يحصل يا استاذ هاني. يعني كيو ار كود كنا، ايوه هو ده، حضرتك ممكن تدخل تعمل سكاننج دلوقتي كده للكيو ار كود بتليفونك في الثواني اللي احنا هنبقيه هنا موجود فيها، عشان حضرتك تدخل في الحملة بتاعت المطالبة باستعادة حجر رشيد وراس نيفرتيتي وغيرها من الآثار بتوعنا اللي موجودين برا، وإننا نحاول نبقى مشاركين في اللي بيحصل. امبارح بالليل الكونجرس وافق على مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ب 95 مليار دولار. دي المساعدات اللي كانت واقفة بسبب خناقة الجمهوريين والديمقراطيين. والنهاردة في كلام بقى عن عقوبات أمريكية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي. الحقيقة هم 3 كتائب اللي اتعملت عليهم العقوبات، بس ال 12 هو عن كتيبة منهم، والاتنين التانيين لسه ما جاش ذكرهم.
بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي قال إن فرض عقوبات على الوحدة اللي هنتكلم عنها دي سابقة خطيرة وبتبعت رسالة غلط في أوقات الحرب. موقع أكسيوس الأمريكي قال متوقع إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن الكلام ده الكام يوم الجايين دول. العقوبات دي معمولة على كتيبة اسمها نتساح يهودا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. دي أول مرة أمريكا تفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية. نتنياهو طبعا زعل وطلع كتب على إكس ما ينفعش تتفرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية هتعارض الإجراءات دي. المصادر بتقول إن العقوبات دي هتعمل إيه بقى؟ عقوبات أكيد عقوبات جامدة. أمريكان بقى هيعملوا عقوبات على وحدة في الجيش، فلازم هتبقى عقوبات، هينزلوا عليهم بالصواريخ، هينزلوا عليهم بالقنابل، هيعملوا عقوبة بقى، هيسجنوهم. فقال لك إن العقوبات دي هتمنع أفراد الكتيبة دول من إن هم ياخدوا أي دعم عسكري أو تدريب من أمريكا. بجد؟ إيه العقوبة الجامدة دي؟ بجد حرام عليكم يعني أنا كنت فاكر إنهم هيسجنوهم، هيعدموهم، لكن يحرموهم من التدريب؟ لا يا أمريكا، ده كده كتير قوي قوي. واوعوا كمان بقى تكونوا هتقطعوا عنهم المصروف. حاجه يعني هزليه، احنا عايشين في كوميديا يعني. نحكي لكم شويه، التايمز اوف اسرائيل بتقول ان الكتيبه دي مرتبطه بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين. اسرائيل كانت سحبت الوحده دي من الضفه الغربيه في شهر 12/2022. اسم الكتيبه ده معناه يهودا الابدي. وشهرتها باسم نحال هريدي، حريدي مش هريدي. دي كتيبة في لواء كفير بتتيح للذكور فقط من اليهود الأرثوذكس إنهم يخدموا في الجيش بشكل يتوافق مع معتقداتهم الدينية حسب تعاليم المعروفة اللي هي الهالخة. كتيبة التطرف والعنف دي بينضم ليها المستوطنين اليمينيين المتطرفين اللي ما بيتقبلوش أصلا في أي وحدة تانية في الجيش الإسرائيلي، ودخلت دائرة الضوء بعد ما كان في رجل مسن اسمه عمر أسعد اتقتل في يناير 2022. هو أمريكي فلسطيني عمره 78 سنة. مات بعد اعتقاله عند حاجز تفتيش، وتم ربط ايديه وتكمم بقه وسابوه على الارض في نص الليل في ليله برد جدا. بعد ساعات لقوه ميت. بعد التحقيق الجيش الاسرائيلي اعلن ان كان في فشل اخلاقي، كان الفشل الاخلاقي في الموضوع ده بس، فشل اخلاقي للقوات وخطا في الحكم، موتوا الراجل خطا في الحكم، وقال لك اضره اضرار خطير بالكرامه الانسانيه. طيب اكيد عملوا حاجه بقى، يعني سجنوا الناس. قال لك تم توبيخ قائد الكتيبة وطرد قائد السرية وطرد قائد فصيلة الجنود، واتقفل التحقيق بدون محاكمة. طبعا هو الموضوع حصل لأنه أمريكاني فلسطيني. يا ترى في كام عمر أسعد فلسطيني مش أمريكاني فلسطيني وماتوا بنفس الطريقة؟ وطبعا ولا حد سمع عنهم ولا حد اتكلم. وحدة نتساح يهودا أعضائها متورطين في أحداث وأدينوا بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين بالظبط زي اللي حصل مع عمر أسعد وأكتر. قالوا الخارجية الأمريكية بدأت التحقيق مع الكتيبة أواخر 2022، يعني التحقيق مش جايب سيرة الكام شهر اللي فاتوا واللي بيحصل في غزة. في موضوع دمه تقيل لكن متكرر، كنت لسه بحكي لكم عن اللي بيحصل في السودان، وقلت لكم الكلام ده من الاسبوع اللي فات، وقلت لكم ان مسز ليندا توماس جرينفيلد بتتهم دول العالم بالتخاذل بسبب السودان. فانا قررت اغير اسم الست دي لانها الحقيقه يعني مضايقاني زياده، وهسميها ليندا فيتو. الموضوع المتكرر هو الفيتو، متكرر وسخيف حتى لو قرارات مجلس الأمن مش بتطبق، بس الفيتو بيوفر غطاء سياسي للإبادة الجماعية في غزة.
الخميس اللي فات الجزائر قدمت مشروع قرار بقبول فلسطين عضو دائم في الأمم المتحدة، 12 عضو أيدوه وبريطانيا وسويسرا امتنعوا وليندا رفعت ايدها فيتو عشان تقول للعالم أنا ليندا فيتو. ملهاش دعوة بداني دا فيتو، لكن السفير الجزائري عمار بن جامع وعد انه هيقدم طلب تاني وتالت. احسنت يا سيادة السفير. طب ايه اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده النهارده؟ الخارجيه الاسرائيلي بتعلن استدعاء سفراء الدول اللي وافقوا على مشروع القانون، اللي صوتوا بالموافقه. متحدث الخارجيه الاسرائيلي بيتباهى وبيكتب بيقول هيتم استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبيه ومالطا وسلوفاكيا والاكوادور وغيرهم عشان نبلغهم احتجاجنا القوي، وهنوصل الاحتجاج لدول تانية ونقول لهم ان الاعتراف بفلسطين بعد 6 شهور من مذبحة 7 اكتوبر يعني جائزة للارهاب. مين اللي بيمارس الارهاب يا كابتن؟ ده الارهاب على الارض في فلسطين، والارهاب السياسي على الأونروا ومنظمات الاغاثة، والارهاب الدبلوماسي في الامم المتحدة. ده انتوا بتمارسوا الارهاب على الدول اللي بتقول رأيها، دي دول ودول كبيرة، كوريا الجنوبية فرنسا، بتمارسوا عليهم الارهاب وقررتم ترهبوها عشان ما يكرروش الموقف ويوافقوا تاني على حاجة مش على هواكم ولا على مزاجكم وجايين تتكلموا انتوا عن الارهاب. تعالوا نعرف اكتر عن هذه الموضوعات كلها من دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. تحية لك أستاذ أسامة ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. دكتور أيمن، يعني أنا امبارح قلت إن كلمة الازدواج والكيل بمكيالين ودي كلمات دلع مش صح تتقال، لأن الطبيعي إننا نتكلم عن النفاق ونتكلم عن الكذب ونتكلم عن كل المبيقات اللي ممكن تبقى موجودة في الأطراف اللي بتفعل ده. لكن النهاردة عندما تقوم الولايات المتحدة برفض تماما بفيتو ان يبقى في دولة اسمها فلسطين في الأمم المتحدة، اللي هو يعني أبسط بساطة الأمور اللي يمكن تكون في مصلحة النظام العالمي، ده تسميه ايه؟ يعني بعيدا عن وقاحة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر التي كانت تهمس قبل عدة أيام أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية، أنا أعتقد التوقيت أستاذ أسامة كان خطأ. التوقيت كان بإمكاننا أن ننتظر حتى تضع الانتخابات الأمريكية أوزارها وتتضح صورة أكثر. ونحاكي ما حدث عام 2016 عندما مر الأمريكان قرار 23-34. نعلم الآن مادة التحريض ستكون أكثر علينا إذا تقدمنا ومنحنا دولة، سيبدأ الاحتلال كالعاده يشن الهجوم على المجتمع الدولي، وندرك ان الامريكان سيستخدم الفيتو، يعني من كان لا يدرك ان الامريكان قد يستخدم الفيتو، وحتى ان طبعا تململ الامريكان في البريطانيون جاهزونه، بالتالي كان هذا الامر امر واقع. لكن لو حاكينا الامر كما حدث عام 2016 عندما اخفق الديمقراطيين فوافقوا في ديسمبر من عام 2016 بتمرير قرار 23-34 والذي يدين الاستيطان ويمنع تمدده في الضفة الغربية، رغم عودة الديمقراطيين لم يفعلوا شيء في هذا، لكن أقل تقدير كان بإمكان الانتظار إلى هذا الأمر. لذلك حتى عملية استخدام الفيتو أو فشل هذه المرة هذا ليست نهاية الكون، نستطيع أن نتقدم مرة ومرتين، في دول تقدمت 50 مرة قبل أن تمنح العضوية. لكن أنا كنت أتمنى أيضا في نفس السياق أن نعتمد في مذكرتنا المطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على قرار تقسيم 181 الذي منح دولة الاحتلال الشرعية قبل أن يعترف بها العالم عام 49. إذن هنا سنذهب إلى النقطة الأولى للصراع، وهو منح الاحتلال الشرعية على فلسطين في 52% من أرض فلسطين التاريخية، ودولة عربية على 46% من أرض فلسطين التاريخية. ثم نبدأ نقول للعالم نحن بعد 76 عاما من الصراع نحن نقبل بقرار التقسيم، فتعالوا لتنفذوا. لكن أيضا هذا الأمر كانت له برؤية أخرى الدبلوماسية العربية والفلسطينية بأن نعتمد على حدود الرابع من حزيران عام 67 كطلب للاعتراف بالدولة الفلسطينية. الآن الأمريكان معروفين، يعني أنهم اليوم اللي الأمريكان ونحن نتابع، رغم الحديث البعض يقول أن هناك خلاف بين بايدن ونتنياهو، يمنح 26 مليار دولار مساعدات عسكرية ومساعدات طبعا إنسانية قيل، لكن بالأغلب هي مساعدات عسكرية فقط 17 مليار. أستاذ أسامة أشبه اليوم بالبارحة،
في عام 2016 كان توتر بين الرئيس الأمريكي أوباما ونتنياهو، وفي عهده أيضا منح 38 مليار دولار في نفس التوقيت في مايو من عام 2016، ومنحوا 38 مليار على 10 سنوات. هذه الأمر تعود مرة أخرى. إذن لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستغني عن صنيعتها، أهم مشروع لها في المنطقة هي وبريطانيا، والتي له أهداف كثيرة جدا استراتيجية، وبالنسبة لهم دولة الاحتلال هي أهم دولة في المنطقة، ليست في الشرق الأوسط، هي أبعد من الشرق الأوسط في العالم بشكل كامل. وهي بالتالي نرى وقاحة الإسرائيليين لم تقف عند الموقف الأمريكي، تجاوزتها عندما يستدعوا سفراء دول، من ضمنها نتحدث عن دولة في عضو ضعف في مجلس الأمن مثل فرنسا. فهذه وقاحة لم يعني يصل إليها الحد من العقل. هؤلاء المجرمين الذين يقتلون شعبنا الفلسطيني لا يكترث لكل هذا الأمر. ورأينا حتى الأمريكان يتحدثون عن معاقبة وحدة داخل جيش الاحتلال نتسحي يهودا، هؤلاء اللي أو منتصرين يهودا، هؤلاء أصلاً من غلاة المتطرفين. هذه الوحدة الموجودة في جيش الاحتلال من المتطرفين، لديهم طبعا عاقبوهم مفتي اسمه عميخاي يفتي بالمنع من التدريب، يعني كتر خيرهم راحوا لا الى التدريب اقصى في مدى. امريكا يعني. يعني مش هيدربوا في امريكا. بالضبط يعني في امريكا بالضبط يعني. هذا الشيء يعني شيء يعني يجعلك تشعر بسخرية من اجراءات الولايات المتحدة الامريكية. وكما اشرت لان الشهيد فلسطيني امريكي، وكذلك شيرين أبو عقلة فلسطينية أمريكية، رأينا لحتى الآن الأمر يتداول في أمريكا، لكن الحرب الإبادة الجماعية التي تتم في غزة لم تحرك ساكن حتى الآن. هناك للأسف استغلت الأحداث بين إيران والاحتلال الإسرائيلي في ما أطلقت علينا القصف الإعلام وليس القصف الصاروخي، ومنح الضوء الأخضر لنتنياهو لاجتياح رفح ويتجهز لذلك، ومنح هذه المساعدة الكبيرة من الأموال. إذا من استفاد من كل هذه الإرهاصات التي تحدث؟ هو نتنياهو وحكومته. نتنياهو كمان مهم جدا ندرك انه لن يتخلى عن الولاة المتطرفين الذين يمثلون سياج حمايه له، ورغم كل ذلك الامريكان لا يتمكنوا من الضغط عليه، وكل المراهنات على ان ياتوا ببديل لنتنياهو ستبوء بالفشل، لان نتنياهو يدرك في اللحظه التي سيتخلصون منه هو يستطيع ان يقلب الطاوله عليهم جميعا. لذلك هو مصر انه لن يترك فتره حكمه حتى نهايه 2016، واضح ان الامريكان رضخوا لذلك، وحتى نصائح توماس فريدمان التي قدمت 2026. لنتنياهو رماها بعرض الحائط. بالضبط رماها بعرض الحائط، ولا زال بالفعل نتنياهو تنتهي حكمه في نوفمبر 2026، وهذا للاسف قد نرى ان الحرب تستمر الى ذلك. اذا كان هو هذا ديدن الامريكان في معالجه الملفات، فانا اعتقد لا امل لا بالديمقراطيين ولا بالجمهوريين، ومن كان يراهن عليهم بصراحه فهو رهان استاذ اسامه خاطئ، ولا اعتقد انه سنجد لا من بايدن ولا من ترامب ولا حتى غيرهم حلول للصراع. وفقط للتذكير، في عندما زار طبعا بايدن 2022 فلسطين وزار بيت لحم، همس في اذنه الرئيس ابو مازن، قال له متى سيكون هناك عقد مؤتمر دولي للسلام؟ متى سينهى الصراع؟ قال له عندما ينزل سيدنا عيسى المسيح. اذا سننتظر حتى يوم القيامه حتى يحل الصراع. هذا في وجهه نظر الامريكان. اذا الامور لا زالت اعتقد في جعبه الامريكان، لا يوجد شيء، وعلينا فلسطين ان نفكر خارج كل ذلك. اولا ترتيب بيتنا الفلسطيني لتواجه كل هذه التحديات، ووضعنا بصراحه استاذ سما لا يصير صديق، قد يصير عدو لكن لا يصير صديق. حتى الآن لا توجد رؤية في ترتيب بيتنا الفلسطيني، وهذا بالتأكيد سيبقى بدلالة إيجابية على رؤيتنا تجاه إدارة الصراع بشكل كامل. يعني حتى الآن إلى أين غزة ستذهب لا أحد يعلم، الحرب قد تستمر سنوات وليست شهور، وهذا أمر بصراحة يعني يمثل طامة كبرى للقضية الفلسطينية. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقبي أستاذ العلوم السياسية. يعني الحقيقة الكلام الدكتور أيمن كله في الصميم، ويعني يتحدث عن الموضوعات بشكل واضح وفي نقاط محددة جدا بشكره عليها. في ناقوس خطر عايز أنبه العالم كله ليه، في 3 سفن هتبحر من تركيا لغزة في مهمة إنسانية عشان تخترق الحصار البحري وتقدم المعونة والعون لأهلنا هناك. القافلة دي من 3 سفن، 2 محملين بمساعدات إنسانية والتالتة عليها عمال إغاثة باسم أسطول الحرية، نفس اسم أسطول الحرية سنة 2010 واللي كان فيه سفينة مافي مرمرة اللي عملت نفس الرحلة، لكن القوات الإسرائيلية خاصة اعترضتها وقتلت 10 أشخاص. الواشنطن بوست بتقول ان الاسطول معاه 5000 طن مساعدات وكان مفترض يتحرك النهارده لكن المنظمين اجلوا.
آن رايت، ودي واحدة من المنظمين، دي ضابطة أمريكية متقاعدة دبلوماسية سابقة، كانت استقالت من الخارجية الأمريكية احتجاجا على تدخل أمريكا في العراق سنة 2003، أو غزو أمريكا الحياة للعراق سنة 2003. يعني ضميرها حي وبتشارك في الأسطول، وقالت أسطول الحرية تحت رحمة سلطات المواني في تركيا، لكن جاهز ينطلق أي وقت. الأسطول معاه مساعدات غذائية ومية وامتداد طبية وتخدير ومواد تخدير، واللي معاهم حسب كلامها قليل، بس بيحاولوا يخلوا غزة ما توصلش للمجاعة. الحقيقة أنا فاكر كارثة أسطول الحرية 2010، اللي لما قرب من غزة يوم 30/5/2010 الجيش الإسرائيلي أطلق تحذيرات وطلع في الميكروفونات قال محدش يقرب، فالأسطول الناس اللي فيه قالوا احنا معناش غير مساعدات إنسانية وجاهزين لأي تفتيش، فتفاجئوا اتعمل تشويش على موبايلاتهم واللايفات اللي بيعملها الصحفيين، والقمر الصناعي تركسات اتحجب. يوم 31 مايو الفجر 4 سفن حربية إسرائيلية، 3 هليكوبتر، 2 غواصين، و30 لانش حصروا الأسطول، ووحدة الكوماندوز البحرية اللي اسمها شايتيت 13 هجمت ما في مرمرة، وتم الإنزال من الهليكوبتر، اتضرب رصاص وقنابل وغاز مسيل الدموع، و10 أتراك استشهدوا من بينهم شاب عنده 19 سنة، و56 واحد أصيبوا بجروح خطيرة. ربطوا الدكاترة على السفينة عشان محدش يحاول يسعف أي حد من المصابين. عمال الإغاثة دول اتعرضوا لكل أنواع الاعتداء، اتسرقت فلوسهم وتليفوناتهم وكاميراتهم، واتنقلوا لميناء أشدود واتسجنوا وتعذبوا. الواقعة دي من الوقائع اللي تخوفك من مستقبل الصراع الحالي، لأن إسرائيل زي ما بتدوس على القوانين الدولية بالدبابات وبتدكها بالقذائف في غزة، عملت نفس الكلام بس بسلاح البحرية في 2010. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2011 حقق في حادثة مرمرة، وأقر إن في انتهاك للقوانين الدولية واستخدام مفرط للقوة، بس المحكمة الجنائية الدولية قالت إن اللي حصل لا يرقى إن يكون جريمة حرب، ورفضت فتح تحقيق. سنة 2013 جزر القمر اللي كان ليها سفينة في الأسطول قدمت طلب للمحكمة الدولية ضد إسرائيل، لكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وقتها كان اسمها فاتو بنسودا عرضت الطلب وعرضته وقالت 10 ضحايا ده مش كفاية. طبعا محتاج اسألها لو كانت لسه عايشة كام عدد يبقى كفاية يا مدام فاتو. في 2014 الجنائية الدولية اعلنت انها مش هتلاحق اسرائيل، قضاة الاستئناف حاولوا كذا مرة لكن مدام فاتو رفضت في كل مرة. في 2015 13 ناشط بريطاني رفعوا دعاوى قضائية لسكوتلاند يارد عشان يتحقق في الموضوع، لكن برضو لا حياة لمن تنادي. الحملة الأوروبية لفك الحصار عن غزة رفعت دعاوى تانية قدام محكمة أسبانية، لكن المحكمة قفلت القضية. عارفين مين كان رئيس وزراء إسرائيل أيام حادث مرمرة؟ نتنياهو السفاح القاتل، اللي مش بس تفاخر بالهجوم على قافلة إنسانية، لكن راح زار وحدة الكوماندوز اللي نفذت الهجوم، وكان بيزورهم في قاعدة بحرية وقال لهم دي كانت عملية ضرورية، عملية مشروعة، انتوا تصرفتوا بشجاعة، التزام أخلاقي، تصديتوا للي هم يقتلوكم ومفيش أحسن منكم، الناس المسالمين دول كانوا جايين يقتلوهم. حط الصورة دي اللي من 14 سنة جنب زياراته النهاردة لفرق الجيش وادعاءاته انهم بينتصروا وان الحياة زي الفل. حط الارهاب القديم قدام عينيك عشان تعرف الارهاب الجديد. حط الصمت الدولي قصاد 10 مالهمش ذنب في حاجة اتقتلوا عشان تفهم الصمت الدولي، وفي 34,000 شهيد في غزة والعالم برضو ما بيعملش حاجة. لكن من مدام فاتو لمدام فيتو يا قلبي لا تحزن. الحقيقة وانا كنت قاعد بتفرج على الاخبار اللي كانت بتقول بعد قليل هيبقى في ضربة ايرانية زي حضراتكم كده، كنت بسأل نفسي هو مين المستفيد من الضربة دي؟ اجابتي كانت اكيد نتنياهو، اللي نفسه في اي انتصار زائف يداري بيه الخيبة اللي هو موجود فيها في غزة.
طبعا اللي حسبته لقيته زي ما حضراتكم عارفين. والنهارده النيويورك تايمز بتقول ان استطلاعات الرأي اثبتت ان في تأييد زياده لنتنياهو عن اقرب منافس ليه اللي هو بيني جانتس عضو حكومه الحرب. نيويورك تايمز اتكلمت مع الصحفيه الاسرائيليه اللي عملت مذكرات نتنياهو اسمها ليسا معلم، قالت ان ده افضل اسبوع لنتنياهو من يوم 7 اكتوبر، لان الاسرائيليين دلوقتي خايفين من ايران خصوصا ان عندها قدرات نوويه، لكن بعد صد الضربه نتنياهو بيتعافى. النيويورك تايمز سالت هل هيكسب نتنياهو واليمين الانتخابات اللي جايه في 2026؟ بس رغم ان كل الاراء قالت لسه بدري، في صحفي اسمه انشيل فيفر شارك في كتابه البيوغرافي بتاع نتنياهو، قال انه مش شايف الاسبوع ده احسن من اللي فات في حاجه، والموضوع كله عامل زي بندول الساعه رايح جاي. اسرائيل استفادت من الضربه الايرانيه فايده كبيره، وده انا لفت نظر حضراتكم ليه وقتها، لان في تقارير بتتكلم عن اسهم شركات الصناعات الامنيه اللي زادت، يعني سهم البيت زاد 4% وسهم نكست فيجن زاد، دي اللي بتطور الكاميرات اللي بتتحط على الطيارات بدون طيار، زاد 5.13%، وسهم اريت لصناعه الصمامات 5.4%، وايروبوتكس اللي بتشارك في جمع وتحليل بيانات المسيرات 6%. عايز اخدكم لموضوع يهم ناس كتير جدا ومحتاجين نخلي بالنا منه الفتره اللي جايه. المملكة العربية السعودية بتحذر كل يوم شركات السياحة في كل مكان انها تخالف شروطها للعمرة بتاع عمرة شهر شوال، تخوفا من ان المعتمرين يفضلوا قاعدين وينتظروا الموسم الحج. حددت صلاحية التأشيرة بتاعت عمرة شوال وقالت موعد انتهائها للمعتمرين من خارج المملكة يوم 23 مايو. صلاحية التأشيرة العمرة اصلا 3 شهور تنتهي في التاريخ ده ايا كان الميعاد اللي صدرت فيه. المملكة حذرت ان المخالفة غرامة 50,000 ريال وسجن 6 أشهر. تعالوا نعرف اكتر من الاستاذ باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة عن هذا الموضوع. اهلا وسهلا استاذ باسل. اهلا بك فندم، مساء الخير، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين الكرام. استاذ باسل، يعني خلينا بس عايزين ننقل للناس مدى جدية هذا التحذير اللي صادر من المملكة العربية السعودية عشان خاطر الناس ما تقعش في المحظور. هو بالفعل احنا الاول من كام سنه كانت العمره بتنتهي بانتهاء موسم رمضان، ولكن المملكه بقى لها سنتين انتهجت نهج ان هي بتدي فرصه للناس اللي هترغب في اداء العمره بعد نهايه شهر رمضان وخلال شهر شوال من الممكن يحصل ده، ولكن في اطار قواعد وضوابط ان انت في ميعاد معين لدخول وميعاد معين تخرج قبل بدايه موسم الحج. واعلنت ده بشكل صريح، واعلنت انه 15 ذو القعده اخر ميعاد، واصدرت بعض الضوابط والالتزامات على الناس المسافرين ان هم يلتزم بهذه المواعيد، بل حطت اجراءات للمخالفين، وده بالنسبه للعالم كله، بحيث ان هي اللي طالع رحله العمره يبقى طالع مستهدف انه يؤدي العمره ثم العوده لبلاده في الوقت المناسب اللي هو قبل بدايه موسم الحج، حرصا على اجراءات تنظيم الحج وما يحصلش تداخل وما يحصلش مشاكل، لان في بعض الناس كانت بتضطر او بتلجا انها تقعد من موسم العمره لموسم الحج، وده تقريبا كان انتهى تماما في المملكه خلال السنه اللي فاتت، فلوحظ ان بعض الناس بتتجه لهذا العمل. فالسنه دي صدر تحذيرات بشكل رسمي بان الناس اللي مسافره رحله العمره خلال الفتره دي لابد ان يسافر خلال حد اقصى ميعاده 15 ذو القعده. نعم. طيب استاذ باسل، برضو يعني الناس بس لازم تبقى عارفه، يعني كانوا الاشقاء في المملكه كانوا قبل كده بيتغاضوا مع خروج الناس من المملكه العربيه السعوديه، النهارده لحظه الخروج من اي من المواني او المطارات اكيد هتقابل رجال الجوازات في النهايه، فبالتالي الموضوع الغرامه ده هيطبق حتى لو عند لحظه الخروج من المملكه ولا ايه؟ بالفعل الاجراءات النهارده بدات تطبق بشكل كامل، في غرامات وفي جزاءات بالمنع من دخول المملكه لمده 5 سنين لو انت ما التزمتش بتواريخ الخروج المقرره طبقا للقواعد،
وزائد ان انت وانت خارج فعلا الجوازات بتشوف لو انت تخطيت التاريخ اللي هو كان المفروض تخرج فيه بتعتبر نوع من التخلف او التهرب، وليها جزاءات ومخالفات، لها التزامات هتطبقها بشكل صارم على كل الناس عشان تحقق المستهدف ان يكون كل اللي طالع لرحله عمره يبقى خلاص انتهى بنهايه موسم العمره، واللي طالع رحله الحج يلاقي الاماكن مجهزه بالنسبه له تستقبله عشان اداء رحله الحج. استاذ باسل السيسي عضو اللجنه الفنيه للحج بوزاره السياحه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واعتقد يعني ان التحذير واضح، يعني كلنا بنتمنى زيارة بيت الله الحرام، كلنا نتمنى اننا نؤدي مناسك الحج، ولكن العملية التنظيمية من قبل القائمين على الامور هناك عملية مهمة جدا، وما اعتقدش ان حد فينا عايز يتعرض، مش اقول بس الغرامة او لحبس يعني لا قدر الله، ولكن حتى توبيخ من حد من المسؤولين هناك. طبعا الحوار داير اليومين دول كتير جدا على موضوع الغاز وحقل ذر، والناس اللي بتتكلم على احتياطي حقل ذر وايه ده بيقل. طبعا اللي حاصل من السياسات بتاعت الترشيد اللي موجودة من قبل الدولة مخليه الناس كل واحد بيتكهن ويقول حاجة، هل الكلام ده حقيقي ولا ان السياسات دي بتتكلم على موضوع تخفيض الاحمال ده بالتالي ليه مردود اقتصادي ومردود مالي، مش مجرد بس ان احنا بنتكلم على ما يحدث في الحقول البترول؟ تعالوا نعرف اصلا ايه اللي بيحصل في حقل ظهر ده، هل بيتم التطوير، هل في جديد موجود هناك، هل في حاجات ممكن تتحقق لو قدرنا اننا نتعامل بهذا الشكل. هنحاول نتواصل مع مسؤولين في وزارة البترول، لكن خلوني اخدكم دلوقتي للموضوع اللي بدأت بيه، واحنا كنا بنتكلم عن الخال عبد الرحمن الأبنودي اللي رحل عن عالمنا زي النهاردة في يوم 21 ابريل سنة 2015. بفضل اعماله المميزة حصل على جائزة الدولة التقديرية سنة 2001، والأبنودي حقق شهرة كبيرة جدا بدواوينه الشعرية، وكان أبرزها طبعا السيرة الهلالية بالإضافة للأرض والعيال وجوابات حراج القطط وبعد التحية والسلام والمشروع والممنوع. يعني ده بنتذكر الأبنودي اللي هو صديق البسطاء وصديق المثقفين وصديق كل المصريين، ويمكن كمان غير المصريين اللي بيتحدثوا باللغة العربية. بيشرفني ان يكون معايا على الهاتف الزميلة العزيزة الإعلامية الأستاذ نهال كمال، اللي عشرت الخال الأبنودي زوجته وعشرت فترات مهمة جدا في مشروعه الثقافي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نهال، وتعيشي وتفتكري. اهلا بك يا استاذ اسامه، واهلا بمشاهدي دي ام سي، وانا بشكرك جدا على تذكر الخال اللي هو النهارده، يعني بقول احنا بنحيي ذكرى التسعه، وانا حاسه انه لسه امبارح، يعني صحيح. يعني مش حاسه بالتسع سنين دول خالص، يعني حاسه انه كانه كان معايا امبارح. واحنا كنا متهيألي يمكن ايه من 7 سنين 6 سنين كنا التقينا هنا في ايضا ذكرى الخال في مساء دي ام سي مع حضرتك. ايوه، وحاجه دايما مشكورا، يعني متذكر الخال وبتحب الخال طبعا. طيب كلنا بنحبه، مين ما بيحبوش، ومين مع كل موقف بيحصل ما يجيش في باله بيت من ابياته اللي هو كاتبها اللي هي تيجي في الجون بالظبط زي ما بنقول. فعلا، يعني هو عاش لمصر، يعني انا عايزه اقول ده كان عشقه الاول. صحيح. وبعدين عشقه لفاطمه جنديل اللي هي الام، انا هدخل في الموضوع على طول. اتفضلي. يعني انه يعني عبد الرحمن الأبنودي تكوينه الاساسي كان بسبب امه السيده العظيمه فاطمه أنزيل، واللي بيقول انا بقيت عبد الرحمن الأبنودي بسبب امي. وبعدين طبعا عشق مصر وقريته أبنود هي كانت برضو اللي شكلت وجدان وخيال وكل ما كتب عبد الرحمن الأبنودي. نعم. وهو عاش كل طول عمره القضايا مصر، يعني القضايا المصريه والقوميه، يعني فلسطين كانت دايما عامل ديوان كامل عن فلسطين، عمل ايام السد العالي حراج الجت،
وايام حرب الاستنزاف وجوه على الشط، يعني غير الاغاني بقى اللي اتكتبت لعبد الحليم وشاديه وصباح وورده ونجاه. يعني الحقيقه انا عايزه اقول هي مسيره نصف قرن من الابداع في مجالات كتيره، وفي كل مجال كان هو متميز جدا جدا. الغريب على فكره انا لو اتكلمت عن عبد الرحمن الابنودي مش هبطل في حاجه، يعني ما تبطليش، ما انت مذيعه يعني هتبطلي ازاي وانت مذيعه؟ لا معلش برضه حضرتك لازم تسالني بقى، لانه لا انا عايز اسالك ازاي اللي قاله من 20 و30 سنه لما تسمعيه النهارده تحسي ان هو بيتكلم عن النهارده، عن حاجه حصلت دلوقتي. ما هو ده بقى الصدق بقى، يعني هو حتى دايما بيقول لي انا اشعاري هتتكلم عني، يعني قال لي انت سيبي، يعني انا عارف ان في يوم من الايام حتى بعد رحيلي انا اشعاري هي اللي هتتكلم عني. عشان كده دايما الناس بتفتكر طب اللي قاله الابنودي ده ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي مثلا يعني. لكن هو لانه صادق وعنده رؤيه مستقبليه، وده احساس الفنان بقى اللي هو الاحساس اكتر منه اي حاجه، يعني الاحساس الدنيا بتتغير ويظل الإحساس بتاع المبدع سواء كان شاعر سواء كان موسيقار سواء كان فنان بيرسم، بيظل الإحساس واصل طول الوقت ويعيش. وحتى أغاني عبد الحليم اللي كتبها لعبد الحليم ما هي لغاية النهاردة عايشة طبعا، يعني مثلا عدى النهار أحلف بسماها وبالنهار أحلف بسماها وبترابها، يعني الهوى هوايا، أحضان الحبايب لمحمد رشدي عدوية، وتحت الشجر يا وهيبة، يعني كل عيون القلب اللي هي في الفترة الأخيرة بقت يعني كل الناس بتغنيها، ويعني تقريبا يعني أعيدت ويعني إحيائها مرة تانية بعد ما تغنت في الفترة الأخيرة يعني. فأنا عايزة أقول إنه الكلام الصادق بيفضل، يعني ما بيرحلش أبدا يعني. صحيح. أستاذة نهال، أولا سلمينا على آية، الله يسلمك، وعايزين نشوفكم وعايزينكم تيجوا تنورونا ان شاء الله. تنورونا. وبرضو عايزه اقول حاجه برضو بمناسبه الاغاني، انه في اغنيه اتلحنت الموسيقار كمال الطويل لحنها، وطبعا كلمات الابنودي لسه هتطلع للنور في الفتره اللي جايه، وان شاء الله هتبقى مفاجاه كبيره باذن الله. فهو ابداع الابنودي مستمر يعني الحمد لله. يا رب دايما، ويا رب دايما في قلوبنا وفي عقولنا وفي قلبك وفي عقلك، ويديك الصحه والعمر، و نكلمك واحنا في الذكرى الخمسين، وتفضلي دايما فاكراه واحنا فاكرينه وفي قلوبنا، وتيجي تنورينا بقى ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا جدا. الاعلاميه نهال كمال بشكرك شكرا جزيلا. اخيرا عندنا هنا الرد من البترول من المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم الوزاره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ ابو السيد المشاهدين. يعني الحالة اللي موجودة عند الناس من القلق على حقل ظهر، وان الاحتياطي بيقل، وان الكلام ده بيحصل، هل معقولة ده بيحصل واحنا عندنا هذا الكم من الجهد اللي بيحصل وكشف بترولي او غاز بيحصل يمكن كل شهر؟ لا احنا ما بنعلنش كشف بترولي او غازي كل شهر، لكن بالنسبة لحقل ظهر حضرتك عارف ان احنا حقل ظهر ده اكتشف وبدا الانتاج في ديسمبر 2017، بقاله 6 سنوات تقريبا ونص بينتج. الانتاج بتاعه خلال الفتره دي حوالي 5 تريليون قدم مكعب، وكمان 9 مليون برميل متكثفات. في ظاهره موجوده في كل الحقول، سواء كانت حقول منتجه للزيت الخام او للغاز الطبيعي، هي ظاهره معروفه مش مصريه، هي ظاهره عالميه في صناعة البترول، إن في حاجة اسمها التناقص الطبيعي للآبار المكتشفة. التناقص الطبيعي ده تقريبا المتوسط بتاعه في الغاز حوالي 15% سنويا. 15 سنويا؟ 15%. يعني في 6 سنين يخلص. هو المفروض كده، لكن احنا طبعا لا مش سامعك يا استاذ حمدي، الصوت بيقطع، قول تاني. احنا طبعا ايه؟ بنقول ارقام الاحتياطي اللي موجوده هي رقم احتياطي ديناميكي. يعني ايه ديناميكي؟ يعني الرقم ده مش ساكن، يعني مش بتاخد منه يخلص. لا انت لازم تعمل ابار تنمويه، تعمل ابار تنمويه في المنطقه اللي هي منتجه اللي هي حقل ظهر. تعمل ابار، احنا في البير 19 دلوقتي بيتم حاليا دلوقتي ان احنا نحفره عشان نقدر نحافظ على الاحتياطات الموجوده
ونزود معدلات الانتاج ونواجه التناقص الطبيعي اللي بيحصل. بيحصل حاجات اسمها اعاده تخييم، تحفر ابار تنمويه عشان تعرف حدود الخزان البترولي بتاعك بشكل دقيق. ما هو هو اصابه مش بير وخلصنا، ده هو كلمه حقل دي يعني مجموعه من الابار، وبعدها بتبقى اكبر مجموعه من الحقول اللي تبقى يعني هي منطقه امتياز لما بيتحفر فيها بيتم وجود كشف، عايز كشف ده بتقدر تقيمه، بعد ما بتقيمه بتعمل تاني ابار جديده تنمويه عشان خاطر تكتشف المزيد، تقدر تنزل تحت اكتر، تقدر تخش في المناطق المجاوره ليها، كل دوت علشان خاطر تقدر تعوض التناقص الطبيعي اللي بيحصل وتزود معدلات الانتاج. نعم. فبالتالي دي ظاهره طبيعيه، لكن لا داعي للقلق. الناس كلها، وبعدين هي مصر ما عندهاش غير حقل زوري بس. معلش، هو الاشهر، هو الاشهر. حاجه لحضرتك، هو طبعا فعلا لما تحقق وتم الاعلان عنه من قبل شركه ايني الايطاليه، ودي شركه عالميه ليها اسهم في البورصه وليها شفافيه، ولما يتم الاعلان عن اكتشافات طبعا مركزها المالي بيتحسن وبيرتفع. لكن احنا بنقول احنا عندنا ايضا مجموعه من الاكتشافات تحققت، لكن لابد ان هي تعمل لها برامج تنميه، ولازم يتعمل برامج حفر استكشافي ايضا. في عندنا عدد من الاكتشافات، احنا دلوقتي مركزين في منطقه المياه العميقه في البحر المتوسط، سواء في غرب المتوسط او في شمال المتوسط او في شرق المتوسط، وعندنا شركات عالميه كبرى ذات مصر وبتشتغل دلوقتي زي اكسون موبيل، زي شيفرون، وزي توتال، بالإضافة طبعا لشركة إيني بتشتغل دلوقتي وشركة شيل. في عندنا عدد من المناطق زي كشف نرجس بيتم دلوقتي التنمية بتاعته، في المرحلة الحداشر بتاعت شركة شيل في البحر المتوسط، في برضه كشف اسمه خوفو لشركة شيل. كل دي هذه الاكتشافات اللي هي موجودة دلوقتي دي حضرتك بيتم ليها عمليات تنمية عشان خاطر نقدر بعد انتهاء عمليات التنمية تتحط تباعا على الانتاج. نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه. هنروح لتقرير بيكلمنا عن الاكاديميه الوطنيه للتدريب وبرنامج جديد موجود، ونرجع نتكلم عن الموضوع اللي وعدناكم امبارح اننا هنتكلم فيه، وهو التصدير وازاي نقدر نوصل للرقم اللي حددته الحكومه اللي هو 145 مليار دولار سنويا اعتبارا من سنة 2030، هنزيد كل سنة 15%. ازاي ده هيحصل وازاي نقدر نتغلب على المعوقات اللي منعتنا من الوصول لأرقام أكبر في الفترة اللي فاتت؟ التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، نظمت الأكاديمية برنامجا تدريبيا للدفعة الأولى ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، حيث تعتمد منهجية التدريب على ورش العمل والمحاضرات ودراسات الحالة والمناقشات بالإضافة إلى التدريب الميداني. بدأنا أول حاجة بالذكاء الاجتماعي والعاطفي، إزاي إن هم يبقى عندهم وعي بالذات، وبعد كده إدارة الذات. هننتقل بعد كده لإزاي إن هم عندهم وعي بالآخرين وإدارة العلاقات الاجتماعية. ده أحد البرامج اللي بتقوم بيها أو بتقدمها الأكاديمية ضمن مدرسة تأهيل المرأة للقيادة. الحقيقة بيحظى هذا البرنامج بزخم واهتمام على أعلى مستوى من الفريق التنفيذي للأكاديمية. البرنامج يهدف من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها، لمنحها فرصا حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية. ده كان حلم من أحلامي اللي كان نفسي أحققه،
حقها أني ألتحق بالأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء الأكاديمية الوطنية، وأنا متابعة كل البرامج التدريبية اللي بتنزل. إحنا حاسين بالاهتمام ده وشايفينه بالتدريب ومستواه في أول يوم، ومش في أول يوم بس، كمان على مدار المراحل اللي قبل كده الاختبارات لغاية لما قدرنا نوصل. اتعلمت كتير منه، أنا فهمت نوع شخصيتي، دي أول حاجة قدرت أعرف إيه نقاط القوة عندي ونقاط الضعف. متحمسين جدا لإيه هيحصل بعد كده. الحلو والجميل في الأكاديمية الوطنية إن بتشتغل على تنمية مهارات المرأة، خبرات هايلة، ناس مختلفة يعني، ومتطلعة أكتر بقى يعني للفترة اللي جاية. إحنا هنقعد مع بعض يمكن 10 شهور تقريبا. أنا عندي تو واي يعني للدايركشن للاستفادة ديت. أول حاجة التواصل مع أغلبية المتدربات قطاع حكومي، ده بالنسبة لي أدد فاليو، أنا بشوف الوجه الآخر من القطاع الحكومي، دي أول حاجة. الحاجة الثانية الكونتنت اللي أنا هتعلمه. التدريب استهدف نحو 71 متدربة، ومدة البرنامج 10 أشهر، منهم 9 أشهر بالأكاديمية وشهر تدريب ميداني في القطاع الخاص والحكومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح قلنا لكم ان احنا هنناقش هذا الموضوع الخاص بالتصدير، والدكتور مصطفى مدبولي كان قال ان احنا هنزود صادراتنا 15% كل سنة، نوصل ل 145 مليار في 2030، وقال ان تحقيق الرقم ده مش صعب. ما عرفش هل هو صعب ولا مش صعب، لكن طالما الدكتور مصطفى شايف انه مش صعب يبقى مش صعب، وطالما هو مش صعب يبقى ليه ما نستهدفش 160 مليار 180 مليار ونحاول نوصل للرقم الصعب لحد ما نجيب طرف المستحيل ونقول ده طموحنا اللي هو احنا عايزين نوصل له. لكن عشان ده يحصل دي مش شغلة طرف واحد في الدولة، يعني مش شغلة المصدرين فقط، مش شغلة المنتجين فقط، مش شغلة حتى الحكومة فقط، دي شغلتهم كلهم ومعاهم المشرعين ومعاهم الظروف اللي بتخدم ده كله. فهنحاول نتعرف على ازاي نوصل للرقم اللي هو قبل المستحيل بسنة، نعرف هو قد ايه الرقم ده ونشوف هنوصل له ازاي، مع ضيوفي الكرام السيدة ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، اهلا وسهلا بحضرتك، والمهندس محمود أسرج رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، اهلا وسهلا بحضرتك، والمهندس حسام فريد وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اهلا وسهلا بحضرتك. الرقم سهل إذا كان دول حجمها ممكن يبقى أقل مننا حققته، فهو مش صعب الوصول لي، يعني هو مستهدف وعايز شغل جامد من وإرادة من الكل، يعني القطاع الخاص يتحد مع الحكومة والقطاع العام بالنهضة الجديدة بتاعته، أنا بكلم على قطاعنا قطاع المنسوجات والملابس، أعتقد أنه نقدر نحقق أرقام لو عملنا اتفاقيات لا يتم الخلل بها على الأقل لمدة 5 سنين. اتفاقيات خارجية ولا اتفاقيات بيننا وبين بعض؟ اتفاقيات داخلية، الدولة تعتمد خطة وتعتمد قوانين وتعتمد قرارات لا يتم الحياد عنها مينيمم 3 سنين، فلما يبقى في ثبات ثم تحيد عنها براحتها بعد 3 سنين يعني؟ لا، يعاد تاني المناقشة ويعاد الرجوع لأصحاب الاستثمارات اللي هم منوطين بتحقيق الهدف، ونشتغل مع بعض يعني نبقى ايد واحدة. مهندس محمود سأل رأي حضرتك ايه في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا فندم. طبعا يعني خلينا نتفق بيه 45 مليار ما اعتقدش ان هو ده يبقى طموحنا. تمام. احنا يعني المفروض يكون الطموح بتاعنا اكبر من كده بكتير، 200 وممكن اكتر، وممكن اكتر. محتاجين زي ما الاستاذه ميري قالت، احنا فعلا محتاجين يبقى في توافق ما بين جميع الجهات. احنا بنتكلم على صناعه وزراعه، مش على صناعه بس، لان الزراعه برضو احد الازرع المهمه جدا في حجم الصادرات. لازم مع الاخذ في الاعتبار ان انا لما بعمل صادرات زراعيه انا بصدر ميه كمان، ده يعتبر تصدير لو ما دخلتش طبعًا عليه طبعا يعني، لانه بس هو في الاخر انا بعتبره كانه هو ده مدخل انتاج مصري. تمام. صحيح، ما فيش فيه اي مشاكل يعني.
احنا عندنا القابلية ان احنا فعلا يحصل زيادة كبيرة جدا في الصادرات. لازم يبقى في توافق تشريعي في حاجات كتيرة جدا. أيوة. ونرجع فيها ان انا ما عنديش النقطة الرئيسية اللي موجودة وهي صناعة مستلزمات الانتاج. انا النهاردة لو دعمت بشكل كبير جدا صناعة مستلزمات الانتاج في جميع الصناعات، محتاج ان انا اخد كل صناعة على حدة. يعني انا هتكلم كأني لان انا في اتحاد الصناعات كذلك. طبعا. فلازم اعرف ايه هي مدخلات الانتاج اللي احنا بنستوردها النهاردة. انا مش مطلوب مني ان انا استعوض 100%، لا، انا لو وصلت حتى 50-70% من مستلزمات الانتاج في حاجات ممكن اجيب فيها 100% وممكن حاجات 30% تبقى كويس. يعني بس انا النهاردة يعني لازم ادعم واحط خطتي الكبيرة جدا في صناعة مستلزمات الانتاج. مش هي دي شغلة اتحاد الصناعات؟ هي شغلة اتحاد صناعات بس مش لوحدها. متهيألي لوحدها. لا يا فندم، هو اتحاد صناعات مع التشريعات الحكومية ان انا اوفر مع اراضي. لا ثانية، التشريعات ولا القرارات الحكومية؟ اصل التشريعات دي مجلس النواب، القرارات التشريعات اللي هي تخص بالجمارك وتسهيل الجمارك لدخول المستلزمات الصغيرة. حتى وانا في الاخر حتى لو هعمل مستلزم ممكن يكون محتاج اي حاجة من بره، محتاج له مسمار، محتاج حاجة صغيرة. مش محتاج بقى ان انا يعني مش عايز اخلي الجمارك او المالية تبقى هي العقبة في النقطة. انا لازم اسهل الامور دي كلها عشان اعرف اطلع منتج يساعد كل الصناعات، ادعم جميع المصانع اللي هي هتصنع مستلزمات انتاج، اعوضه بلاش ان هو حتى بلاش ان هو هيصدر، لا ده هو هتبقى زي سلسلة امداد وسلسلة لجميع الصناعات. انا لو ما عملتش الكلام دوت مش هعرف اوصل للرقم اللي مفروض ان احنا نوصل له اللي هو 300 واكتر. احنا مش اقل من بعض الدول المجاورة لينا ويمكن كلنا نعلم ذلك. في حاجات لازم تبقى محطوطة عشان نعرف نوصل لها. عظيم. مهندس حسام، يعني هنا المستلزمات الانتاج والصمولة والمسمار دي تخصك. واحنا طالما بنتكلم بنقول ان الصناعات الهندسيه عامله شغل كويس في الفتره اللي فاتت، ولكن المرجو منها عشان هي عملت شغل كويس دايما لما يبقى عندك موظف ويحقق التارجت ده بتبقى السنه اللي جايه بالنسبه له سنه صحيح اصعب. صحيح. فانتوا اللي جاي اصعب ليكم لانكم عملتوا كويس في ظل الظروف الكتير اللي مرينا بيها. الحمد لله. الكلام اللي قالته الاستاذه ماري واللي قاله الاستاذ محمود، في رايك ايه اللي اكتر او ايه الاولويه الاكبر اللي لازم تتحقق؟ طيب خلينا نتفق مبدئيا، هو الصادرات احنا عايزين نزود الصادرات ليه في العموم. اي زياده في الصادرات بيبقى المرجو منها معالجه التشوهات في الميزان التجاري، ان انت يبقى ميزانك التجاري وارداتك اكتر من صادراتك. فالصادرات ده هدف من الاهداف، والهدف الاكبر هو تقليل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلي اللي احنا اتكلمنا فيه كتير جدا قبل كده، اللي هو ومن ثم تقدر تزود مدخلات انتاجك والكلام ده كله. فهي منظومة مترابطة. اللي لازم يتعمل دلوقتي كل الاجهزة المعاونة اللي كانت موجودة في وزارة التجارة والصناعة يجب تفعيلها، زي مركز تحديث الصناعة، زي المجالس اللي هي بتساعد على التدريب المهني، المراكز التكنولوجيا، الجهات المعنية بزيادة البعثات. طب هي عطلت ليه؟ مش ما اقدرش اقول عطلت، ولكن مطلوب ان ادائها يبقى افضل. لا مطلوب ان ادائها يبقى افضل. يعني مطلوب ادائها ما معلش. اتفضل. انت حضرتك عايز تقارن ب 2007. صح؟ طبعا. احنا هنتكلم بصراحة. اتفضل. ف 2007 2024 عطلت، وقفت، قلت، نزلت للنص، نزلت للربع، حصل لها ايه؟ لا هي قلت طبعا. يمكن التمويل ما بقاش متاح زي ما كان موجود في 2007. يعني خلي بال حضرتك 2007 احنا كانت كل الجهات الدوليه هي اللي بتعمل تمويل للمراكز، مركز تحديث الصناعه لانه استاذه رانيا المشاط عامله شغل قوي جدا الوقت اللي فات وجايبه دعم من الاتحاد الاوروبي، بس ما سمعش في تحديث الصناعه. هل الدعم جاي مخصص للصناعه؟ مخصص للصناعه ومخصص للتدريب و ففعلا كلامه في منتهى الاهميه، انك انت الصندوق بتاع الاي ام سي ما اعتقدش ان في فلوس تسمح ان هو يبدا يصرف على الصناعه زي ما كان في يعني 2007 زي ما حضرتك كنت بتتكلم. صح. كانت كل الشركات المصنعه بتبقى متواجده في المعارض الدوليه. صح. مسانده
من الجهات اللي معنيه بالتصدير في مصر. لا وجزء التدريب كان جزء التدريب مهم طبعا جداً. كان مهم يعني جدا. يمكن المعارض الدوليه شيء كويس جدا بس في حاجات اولويات تانية ممكن استقطاب الخبراء الاجانب كانت برامج كويسه جدا. الانظمه اللي انت بتعملها الدراسات الجدوى اللي ممكن تبقى ممكن مثلا في حاجات كتير. منظومه المعارض مطلوب إعادة النظر فيها تماما. منظومة المعارض لا يمكن أنها تدخل في الترشيد الإنفاقي أو الاستحالة لأن هو ده أحد العوائق الموجودة النهاردة. أن أنت النهاردة حضرتك ما بتقدرش تحضر المعارض الدولية بكفاءة طبعا كتمثيل يعني ما بيبقاش بكفاءة. بدون قطع حديثك محمود طبعا. الرقم اللي دولة رئيس الوزراء طلبه رقم دوبل واتشيفبل ما فيهوش اي مشكله ولكن انت عشان تتحرك بتتحرك في منظومه. المنظومه دي كلها لازم تبقى مسانده للهدف. احنا عشان كده قاعدين النهارده احنا قاعدين خدنا الرقم بتاع امبارح قلنا يبقى احنا ده مستهدف موجود عند الحكومه. المستهدف محتاج يبقى اكبر زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم وزي ما هو قال دوله رئيس الوزراء انه سهل او مش صعب. فبالتالي هنقول فين المشاكل فين العوائق فين الافكار اللي تخلينا نوصل للطموح ده عشان ما نبقاش بنعمل زي ما بقى لنا كام سنه يا باشمهندس بنتكلم بقى لنا كتير بقى لنا كتير بقى لنا يعني عدى كتير قوي خمس ست سنين بنتكلم لا 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 انت يعني بس مؤخرا بقى لنا 15 بس بس رد الاعباء التصديريه مثلا سرعه الحركه في الصرف في المنظومه نفسها في ان هي تتقلب منظومه الكترونيه عشان المصدرين 40 يوم تبقى 40 يوم ولا هي 40 يوم ده المطلوب انها توصل ل 40 يوم هي 3 شهور وساعات تبقى 6 شهور على حسب الحالة المالية بتاعت الوزارة على حسب وزارة المالية وزارة المالية هي اللي بتدي لصندوق الدعم بتصرف له وهم بيتأخروش عننا بصراحة شهادة حق الصراحة في الوقت اللي يعني أنا اشتغلت فيه مع وزير الصناعة ما كانش فيه أي تأخير بيحصل يعني في التاريخ كل وزارة المالية ما أخرتش لكن المدة بتبقى 6 شهور بيبقى أوريدي خسرت القيمه بتاعه الفلوس لا هو 40 يوم هو الهدف يعني في منظومه دعم الصادرات او منظومه المسانده التصديريه اعتقد يمكن كان دوله رئيس الوزراء كان اتكلم فعلا وهي دي نقطه مهمه جدا ان لازم يعني اوجه دعم الصادرات يبقى موجه لصناعات بعينها لصناعات او لدول او لمناطق او لاي حاجه. ما انت طالما ما عندكش فلوس كتير يبقى لازم تبقى انت عارف انت بس بتعمل أوجه كل قرش رايح ازاي. اوجه يا فندم مش ان انا هدي بقى 8% و10% والكلام ده. انا عايز اوجه اكون عندي دراسه من كل قطاع. لا لو وصل حتى ما ده دور اتحاد الصناعات انك تقدم الدراسه دي لا ودور المجالس التصديريه يعني دور المجالس التصديريه وهو ده دور المجتمع المدني بالظبط يقدم للحكومه يقول له انا عايز كده بس احنا عايز حضرتك بقى على المهم اطلع اقول الكلام ده احنا المهم ان يؤخذ بالكلام ده لان فعلا النهارده انا لو وجهت كل مجلس قدم دراسته لا في دراسات اللي هو طلبها دوله رئيس الوزراء لا دلوقتي مش بعد الوقت. احنا اول ما بدا يتم اصدار الفكر الجديد للمسانده التصديريه طلب مننا وزير الصناعه وكل مجلس عمل دراسه وقال احنا شايفين ان النسب الفلانيه بالطريقه الفلانيه بالاجراءات الفلانيه دي الانسب وتقدمت للوزاره في اول سبتمبر اللي فات ودي اللي تقدمت قبل الدراسه الخاصه بالدعم فالمجالس يعني قامت بدورها. انا هقول لحضرتك يعني حاجه سابقه يمكن في احد في تركيا مثلا حصل ان انت حضرتك يعني خلينا نتكلم صناعه الملابس او صناعه المنتجات الجلديه يعني انا كممثل الاثنين هم متميزين فيه. احنا النهارده يعني مين في العالم مش هيستخدم الاثنين دول يعني عدد سكان العالم كله هيستخدم طبعا مش يعني يمكن معلش مع احترامي لحسام بيه الصناعات الهندسيه مش كل واحد عنده ثلاجه انا هجيب ثلاجه ممكن بيت وممكن بيت ما يبقاش فيه ثلاجه او تقعد عنده 15 سنه بالظبط. لكن النهارده ملابس ومنتجات جلديه ده يعني حاجه على مدار السنه شنطه وجزمه فلازم بالظبط في كل حاجه. فانا النهارده لازم احقق الـ 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 المنظومه انها ازاي اعرف ادعم القطاعات دي يعني ندعم الملابس صناعه الملابس الجاهزه والمنتجات الجلديه وخلي بقى الجماعه بتوع الهندسه مش لازم بعدين مفيش مانع لا 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 على فكره مفيش مانع على فكره ليه لا النهارده حضرتك هم عاملين ارقام كويسه فتمام بالظبط هم يعني مهما النهارده حضرتك رحنا للصناعات الهندسيه ودعمت وزود هيزود كام؟ كام تلاجة؟ لكن حضرتك النهارده صناعة الملابس صناعة معمرة بطبيعة الحال يعني بعيش مهما تزود هتزود كام؟ حضرتك صناعة الملابس صناعة الأحذية أنا ممكن أدي حضرتك أرقام يعني خلينا نرجع أنا بقول لحضرتك تركيا أيام أوزال
يعني من كام كان ادى دعم للملابس والصناعات الجلديه 30% من حجم من قيمه الفاتوره. النهارده تركيا النهارده الدعم بقى كام؟ 3%. خلاص انطلقوا. خلاص النهارده تركيا اصبحت احد الدول الرئيسيه في تصدير الملابس والاحذيه. طب اسالك سؤال. اتفضل. الجزمه الشيك دي صناعه مصري؟ ايطالي. طب ده كلام. ده كلام. لان ما عندناش صناعه. ده انت حضرتك بس دي صناعه يا فندم. انا اقول لحضرتك ايوه يا باشا باين دي صناعه. لا اقول لحضرتك دي احنا عندنا ما هي صناعه الاحذيه دي محتاجه شويه دعم. وهو ده اللي انا لسه كنت عايز اقول لحضرتك عليه. دعم لايه حضرتك ده يا فندم؟ يا فندم انا كنت بنزل اشتري الجزمه من اسكندريه اشيك من الجزمه الانجليزي مليون مره طبعا. وكان الاخوه الخليجيين كلهم بينزلوا يشتروا من عندنا. مش الطلياني اللي هو الطلياني ما كانش لسه قام. وكان الخليجيين بينزلوا يشتروا من عندنا لو حضرتك تفتكر. تمام. ما هو اذا كنا احنا كمان يعني انت وكنا بنصدر رب البيت بيجيب طلياني. ما هو ليه لازم ارجع اشوف ليه اشوف الاسباب يعني مش عايز اقولها دلوقتي عشان طيب هروح لفاصل اعرف ليه واقول لكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني حاولت اعرف في الفاصل القصير قوي ده موضوع ليه احنا جودة الصناعة بتاعتنا لا ترضي حتى الناس اللي جوه الصناعة. هل ده ينطبق على كل تلبسي مصري؟ بلبس شغلي طبعا. ده مصري؟ ده مصري؟ لا ده مش مصري. الله. ايوه بس انا بلبس حاجتي. ايه بقى يا معلم؟ مصري. لا مصري؟ مصري. مش مصدق. مصري والله العظيم. والله العظيم. اشمعنى انت يعني؟ لا يعني يبقى طب التلفزيون ايه والتلفزيون في منتجات مصريه محترمه. طبعا طبعا يعني ما نقدرش نقول ان طبعًا يعني طبعًا. معلش بص حضرتك يعني انا شخصيا واحد من الناس مثلا مش ممكن اجيب قميص مش مصري. تمام. مش ممكن اجيب شراب مش مصري. مش عايز اكمل اكتر من كده يعني. مش بس عشان هو قطن, هو عشان خاطر في ناس بجد مخلصه في شغلها. اسماء مخلصه في المنتج في الشغل ده بيطلع بجد وبيعيش اكتر وخامته احسن. وده في اي حته في العالم على فكره اسامه بيه. يعني في اي دوله في العالم ممكن هتلاقي صناعات كويسه وهتلاقي صناعات مش كويسه. ولكن تمام. الفكره ان حضرتك عشان تطور صناعتك التطوير ده ما بيجيش بالمفتاح كده. ده منظومه كامله بتشتغل زي ما اتكلمنا. تحديث للصناعه بيتم, خبره, ماكينات, برامج, سوفت وير, ديزايننج سوفت وير. يعني في منظومه كامله. طب خليني اقول على حاجه. في مشكله بتقابلنا وهي مشكله الاشتراكيه دي اللي هو انا لازم النهارده لو هدي الدعم ل1000 مصنع دول كلهم على بعض, في حين ان انا ممكن لو اختصيت 10 من ال1000 دول اقدر اجيب منهم عائد اكبر. هل الاشتراكيه افضل ان الكل ياخد شويه صغيرين ولا زي كده مدارس المتفوقين والتعليم بشكل عام؟ رايكم ايه؟ يعني لو سمحتوا لي انا هرد على السؤال ده بسرعه واسيبكم تتكلموا بعد كده. اي برامج للمسانده التصديريه لازم تبقى متوجهه لهدف انت شغال عليه. ما ينفعش تبقى في المطلق زي ما بنتكلم كده. حضرتك مثلا احنا البرامج اللي عملناها قبل كده بنقول ايه؟ نسبه المكون المحلي كلما زادت المسانده التصديريه للشركه. يبقى انت بتربط هدف بخطوات بتتعمل من الشركات. ما تفضلش حاطط 40% مكون محلي يفضل ياخد المساندة على طول. مش صح. مش هتطوره, مش هتخليه هتخلي ابو 60. لازم تميز ابو 60% عن 40. طبعا. وهو ده اللي موجود في الجدول لما يوصل ل60 او ل70 يميز اكتر. ده النظام بتاع المساندة يعني. ده موجود متطبق. ده متطبق انه المنتج المعمول مثلا بالنسبه لقطاع الملابس من غزل مصري منسوك في مصر مصبوغ مساندته ممكن توصل زي ما حضرتك قلت 10%. لكن اغلب المصدرين 40% حضرتك مش لا انا بتكلم نسبه مكون. نسبه المكون. انا بتكلم عن المكون. المسانده 10%. بس انت لا ممكن ده لو المكون ممكن توصل ل10%. ممكن توصل 10% لو المكون محلي بالكامل. وده كلنا بنهدف ليه. وبالتالي بنطلب استثمارات جديدة تدخل مصر عشان الخامات اللي بنستوردها نصنعها محليا. فبالتالي المناخ الاستثماري لازم أبقى جاذب ليه. يعني لما
احد الزملاء عندنا في المجلس التصديري عمل اتفاقيه مع كوريين، عشان حضرتك عارف ان البوليستر احنا بنستورده من بره مصر، ما عندناش بوليستر خامه كفايه جوه مصر تغطي كل الصناعات. هو يعني البوليستر ده مش حاجه مصنعه اصلا يعني؟ هو مصنع، ولكن الخامه الرئيسيه بتاعته بيتم استيرادها، لانه بس هو مواد بتروليه اصلا. هو مواد بتروليه بس بيتخانقوا بقى بتوع السجاد مع بتوع المفروشات مع بتوع الملابس مع بتوع البلاستيك. ليه؟ احنا مصر مش دوله بتعمل الخامه الرئيسيه بالنسبه للقطاع بتاعنا، احنا نو هاو بتاع الشغل بتاع البوليستر في كوريا. فلما نلاقي مستثمر مصري مصدر من المجموعه الكبيره عمل اتفاقيه مع الراجل الكوري وهيفتحوا مصنع في الجنوب في الصعيد علشان متوسط مصنع بوليستر، هيعمل بوليسترز وهيعمل منتجات رياضية وهيصدر، هيعمل بقى الخط كله الشين بالكامل. وجاي الراجل على دراسة معمولة لغاية سبتمبر اللي فات وبدأ يمضي. حصل له ايه بقى؟ حصل له انه الخطوة الاولى رفعنا 3200 لحد الادنى الاجور، الخطوة التانية الهدف الاخر، فبالتالي انت زعزعت الاتفاقية، فالراجل هيلم شنطته وهينزل على اثيوبيا. يا سلام. طبعا لانه هو جاي على دراسة. كان اصلا حصلت هجرة كبيرة للملابس الجاهزة لاثيوبيا من كم سنة. بالظبط. فدي هجرة تانية. بالظبط. الزميل الكبير اللي بيأجر من قطاع الاعمال مصنع ضخم في حلوان هيسكن فيه 10,000 عامل على الحد الادنى اللي اعلناه اللي هو 3200. عمل بس مشروع، بس هو مش كان جاي برضو، كان عمل دراسه جدوى. كان دولاره ب 30 جنيه، فبقى الدولار. خلي بال حضرتك انت الاجراءات الحكوميه بتاعه التخليص الجمركي على مستلزم الانتاج اللي جاي لاعاده تصديره بقى فيه مثلا الدولار الجمركي وبقى في كارثه عندك بقى. بس مش هو بيصدر تاني يا ميري هنم؟ يعني بياخد المفروض ده السماح مؤقت بس مثلا حضرتك. هو طبعا داخل السوق المحلي بالنسبه له اكيد حاجه مهمه جدا. جات له شحنه 10 مليون وجات له شحنه مثلا لازم يتعمل عليها تيستنج للقماش، بدل ما كان بيدفع 3000 جنيه على التيستنج بيدفع 7000 جنيه. طب ما هو معالي وزير الصناعه والتجاره الخارجيه اكيد ليه دور في ان هو يقدر يحل مثل هذه المشكلات، ولا دوره ايه؟ ما هي مش كلها جوه وزاره الصناعه، يعني هو في حاجات متعلقه صح هي عند الماليه بالجمارك، فبالتالي قصدي القائم الرئيسي. ما هو النهارده ما فيش حاجه الا ما هي يعني متوزعه على كل على 5-6 وزارات بس، في مايسترو مش هو بس رئيس الوزراء اللي هو صاحب المصلحه، اللي هو في الحاله دي وزير الصناعه، في الحاله الثانيه ممكن يبقى وزير التجاره، ممكن يبقى وزير التموين، ممكن يبقى. فيبقى النهارده وجود التناغم بين الوزراء لحل مثل هذه المشكلات بتقابلوها برضو اكيد في هو احنا كل الوزراء بيساندوا، يعني حتى وزيره التخطيط لما اتكلمنا معاها في موضوع انه احنا قطاع كثيف العماله، وقعدنا قعدتنا مع اللجنه بتاعت الحد الادنى للاجور واتكلمنا على انه كثافه العماله في مصانع بتقول لك انا عايز خروج امن، انت وقعتني وقعه رهيبه، انا اديني خروج امن وما تحاكمنيش علشان انا مش هقدر يعني مش هقدر اقوم بالشيله الكبيره دي دلوقتي. هي الناس زعلت مني انا لما طلعت اتكلمت على دراسه مبدا الحد الادنى وزيادته ان هو يعني ليه مؤثرات، فالناس افتكروا ان انا مستخسر في الناس. لا لا لا, هي لا بالعكس، هي استمراريه العماله كمان، عشان العماله ما يحصل لهاش انقطاع، ان يبتدي الراجل اللي بيشغل 100 يقول لك طب هخليهم 70، فدي كلها للمصلحه العامه. مثل هذه القرارات لما بتيجي وهي قرارات بس مهمه، بس كان في تفاهم. اللي عايزه اقوله انه بعد القرار يعني قعدنا مع لجنه من وزاره التخطيط كامله، في فكر وفي تفاهم وفي رد جميل قوي بيقولك انا معاك، احنا واقفين في ظهرك، ولكن احنا واقفين في ظهرك، لكن هنطلب منك اجراءات قانونيه كبيره، هتبعت لي القوائم الماليه بتاعه ال3 سنين and so on. الناس الكبيره المصانعها واقفه على رجليها، عندها كل الاجراءات دي. لكن افاجئ النهارده وانا في غرفه الملابس وغرفه المنسوجات معمول اجتماع في اتحاد الصناعه، لانه في زملاء متضررين في المحله الكبرى بيقولوا يا جماعه احنا مصانعنا مش بهذا الحجم، يعني احنا مصر متصدره
تصدير الفوط المطبخ، ولكن احنا عبارة عن 30 مصنع بنشغل حوالينا 500 مصنع صغير تاني طبيعي احنا اللي معيشينهم. ال 500 مصنع الصغير ده لا عنده قوائم مالية ولا عنده ملفات مظبوطة يديها، فانتوا بتتكلموا من وسع انتوا كمصدرين ومصانعكم منضبطة و هتقدروا تقدموا الأوراق دي. طب احنا كل الصناعات الصغيرة، كل المصانع المصرية الصغيرة اللي عنده 50 عامل، لأن هو استثنى اللي عنده 10 عمال قال أنا مش عايز منه كل الإجراءات دي، بس اللي عنده 50 عامل واللي عنده 70 عامل واللي عنده 100 عامل مش كلهم في قادرين. في عرف العالم ده يعتبر شركات متناهية الصغر بالزبط. يعني مش صغيرة بالظبط، فعايزين ننظر لهم بمنظور برضو في تفاهم نحاول نسهل إجراءاتهم. اتفضل يا باشمهندس. يعني هو طبعا التحديد الحد بتاع كل الصناعات الصغيرة ومتوسطة لازم يعاد النظر فيه سريعا جدا، علشان نقدر برضو الناس تبقى مدركة تماما ايه اللي بيتم ليها. مش احنا لو عملنا كده هتبقى الشركات الكبرى عندنا شركات متوسطة، ده حقيقي وهي واقعيا كده عالميا ما فيش ما يمنع، بس هو لازم يبقى فيه يعني منظومة متساوية مع العالم كله. ما يبقاش النهاردة ان انا بتقولي من مليون لخمسين مسؤولية مليون. مين برضو يا باشمهندس؟ مسؤولية مين اللي يعمل ده؟ هي دي ده تصنيف البنك المركزي فندم، انه يقابله تصنيف البنك الدولي، يرجع لتصنيف البنك الدولي ويعمل مقارنة بعد ما عوم الجنيه ويشوف اللي كان بيقول بيشتغل بخمسة مليون جنيه ده استحالة تقول عليه صغير، ده تقول عليه مايكرو. اللي بيشتغل بخمسين مليون جنيه ده اللي هو بتعتبره صغير مش متوسط، فتديله انه يتمتع بسعر فايدة 5% مش بالمبادرة الخمستاشر عشان يكبر. تمام. يعني طبعا احنا يعني خلينا نتكلم برضو ان في حاجات من ضمنها مراكز التدريب او مدارس تدريب احنا محتاجين الدعم ليها. وزارة التربية والتعليم عاملة دلوقتي المبادرة اللي عاملاها مع بعض المصانع، واعتقد ان بعضها على الاقل ناجح. لا في كتير ناجح بس مش كلها، ان الناس كلها هتقدر او كل القطاعات فيها زي بعض المدارس اللي موجودة، فلازم يبقى في دعم اللي هو ممكن زي ما حسام بيتكلم على مركز تحديث الصناعة، هو ده دور تحديث الصناعة. حضرتك ما خدتش مدرسة من المدارس دي ليه وطورتها باسمك وطلعت فيها العمال وخدت دعم من وزارة التربية والتعليم وحضرتك حطيت الجزء بتاعك وطلعت الناس ليه؟ ما احنا في دراسة في الكلام ده دلوقتي. تاخد مدرسة من مدارس؟ مش مدرسة، بس احنا القطاع بتاعنا مش هي. بكلم حضرتك مش القطاع. لا ما انا بتكلم على قطاع. انا مش انا هعمل تدريب للقطاع اللي احنا شغالين فيه. فاحنا بنتكلم على قطاع دباغة جلود وقطاع المنتجات الجلدية. التصنيع. يعني فاحنا فعلا شغالين دلوقتي على الاثنين، على ان عندنا في مركز تكنولوجي في الروبيكي، فاحنا بنشتغل على انه يبقى فيه مدرسة ملحقة، في هو في اوريدي فصول تعليمية وعملنا المنهج والحاجات يعني الحاجات بجد. خليني اسال الحاجات بجد يعني تطلع النتيجة اللي حضرتك بتتمناها، وهو ده اللي احنا نتمناه. بس انا محتاج ما شايف اللي قدامك ده فعلا ولا هيبقى شبه حاجات كتير قوي عملناها؟ لا قبل كده حضرتك هيبقى فعلا، بس انت حضرتك النهارده محتاج ترجع دعم ان هو انك تجيب خبرة من بره. كتحديث صناعة لازم يدعم قصة الخبرة. معلش يا محمود بيه، مش فكرة الخبير بس يا أسامة بيه، فكرة تاني انت عايز منظومة تتطور، عايز صناعة تتعمق، عايز صادرات تتحقق، لازم كل الأجهزة المعاونة تشتغل. هو سؤال، هو أنا ليه ما جيبش سيستم وكوبي بيست؟ ما هو موجود، انت كنت شغال بيه من 2007 وكان عامل نجاح معاك زي الفل، وزرايره موجودة دوس عليها. بس يعني هي فكرة ان انت يجي لك موارد مالية مخصصة للصناعة من خلال وزارة التعاون الدولي أو من غيره، ده مش صرف في المطلق، ده صرف بيرجع قبل اللي بيتصرف 10 مرات عائد الدولة. حضرتك بتتكلم بتقولك جالك عن طريق التعاون الدولي. طبعا في حاجات كتير موجودة منه منح. لا يعني حتى برنامج رد الأعمال التصديرية يعني مركز تحديث الصناعة بيعيش على المنح. لا أنا بتكلم على التعاون الدولي بيجي جزء منه، وحتى برنامج رد الأعمال التصديرية كل الفلوس اللي بتصرفها الدولة
لمساندة المصدرين بتلف وترجع اكتر منها بكتير. ما انت بتدفع ضرائب وبتدفع. طب يا باشمهندس حسام، هو مش كل الدولة عارفة الكلام ده؟ يعني انا متأكد ان الشخصيات اللي انا اعرفها من السادة الوزراء المحترمين، يعني ازعم ان انا التقيت بمعظمهم وكلهم الحقيقة على هذا الوعي والدراية والادراك، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى وفوق الناس كلها طبعا سيادة الرئيس. تمام، كلنا عارفين ده، فايه اللي مانع بقى؟ الدنيا تحت بايظه ولا الدنيا طبعا الدنيا تحت مش احسن حاجه. الثلاث سنين اللي فاتوا كانوا سنوات صعبه على المصنعين، ما كانتش صعبه على مصر كلها. تمام، وانت المنظومه كلها لازم تبقى شغاله زي ما اتفقنا، فلازم يبقى في متابعه سريعه جدا من الحكومه مع اتحاد الصناعات، مع المجالس التصديريه، مع المصنعين، لازاله اي عقبات. ما انت عمرك ما هتشتغل في مناخ اعمال سليم مليون في المية، لازم هنبقى عندنا مشاكل في الدفاع المدني وعندنا مشاكل في العمارة، لا ده سنة الحياة يعني. تمام، بس فكرة بقى سرعة الحركة على المعالجة وان الحاجات اللي موجودة يبقى متفق عليها هتشتغل ازاي ونخلص ونشتغل. يا فندم النهاردة الأراضي الصناعية هي تايهة ما بين التنمية الصناعية، هيئة المكافآت العمرانية، محليات، هيئة الاستثمار. هيئة الاستثمار، انت حضرتك يعني ما توحد يا فندم. ما هو موحد. انا موحد بالله. لا يعني خلينا يعني بجد بنقطه برضو المناطق الصناعيه او الاراضي الصناعيه دي مشكله كبيره. يعني النهارده اللي عايز بيجي يستثمر ده بيلف حوالين نفسه، هو مش عارف ياخد ويروح لمين. انا عندي هيئه التنميه الصناعيه وهي دي كفايه المفروض تتولى هذا الملف كامل. مش لا، هيئة التنمية الصناعية لازم تبعت للمجتمعات العمرانية. بس هو السؤال اللي أهم من ده كله، اللي هينزل يديلك حتة الأرض على الطبيعة مش على الورق أو على الكمبيوتر، ده لازم يكون في مان باور موجود أصلا جوه هيئة التنمية الصناعية. طبعا عشان خاطر المان باور موجود في المحليات مش في هيئة التنمية الصناعية ولا في هيئة الاستثمار. والكلام ده أنا قلته هنا في البرنامج للأستاذ حسام هيبة في الاخر خالص، اللي هديك حتة الارض اللي مش جنب محول الكهرباء او اللي قريبة من الطريق او اللي جنب مأخذ مية او ده، هو بتاع المحليات فقط، هو اللي عارف السكة دي. نخليه قاعد في التنمية الصناعية فانت، او نخليه نديها للتنمية المحلية، بلاش تنمية صناعية. طيب مدام تطلع فاصل يبقى نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الأخير من لقائنا هنحاول نوصل فيه لتوصيات، بس عندي سؤال جاي لحضرتك جاي من بره مش مني أنا. هنا إزاي الهندسية حققت رقم تاريخي في صادرات 23 ووصلت ل 4.3 مليار دولار، مظبوط؟ لأول مرة في تاريخها في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية غير طبيعية. التركيز على الأسواق أي أوكي، الهندسية 20% من مصنعينها بيتحكموا في 80% من صادراتها. وبالتالي انت بتتكلم على 10-15 شركة لو اتوجهوا لدول بعينها بمشروعات بعينها بالماس برودكشن تزيد معهم الصادرات. اللي بيحصل الفترة اللي فاتت ان الصناعات الهندسية بتتحرك في كونسورتيومز للشغل اللي بتعمل بره. يعني مثلا ليبيا في شغل كتير جدا، تلاقي 6-7 مصدرين متحركين مع بعض على مشروع هناك. بيتعمل تحالف من عدد كبير من المقاولين المصريين، بياخدوا مشروع بعينه في احدى الدول، تلاقي كل المصنعين بتوع الهندسيه داخلين وراهم، فهتلاقي الاجهزه المنزليه زادت جدا، الات ومعدات زادت جدا، الكابلات والاجهزه الكهربائيه زادت جدا، لان دي كلها بتبقى كومبوننتس. بس ده ما يعملكش سستينابيليتي، يعني ان انت هتبقى رايح على مشروع كبير ده ما فيهوش بقى سستينابيليتي ان انت تفضل مكمل. ده كان احد الاجراءات اللي اتخذناها. الاجراءات الاخرى ان انت اتحركت على نشطت جدا البعثات التجارية والبعثات الشرائية من بره مصر لمصر. يعني انت بقى عندنا في الهندسية مثلا السنة اللي فاتت استضفنا تقريبا 4 بعثات شرائية بيجوا موجهين لقطاع بعينه. انا شايف ان ده اهم حتى من المشاركة في المعارض. طبعا الدولية. طبعا يعني ده نتيجته بتنزل على الارض. انت بتلعب على ملعبك يعني. كده واحد جاي عارف انه هيقابل الشركه الفلانيه والشركه الفلانيه عشان يشوف عندهم المنتج ده والمنتج ده. واسف في اللفظ يعني مش هيتنطط عليك وانت بتلعب على ارضه يعني. مليون في الميه. والعكس صحيح، يعني احنا برضو بقينا لما بنطلع الفتره اللي فاتت التركيز مش على المعارض قدر ما هو التركيز على ان احنا رايحين نعمل بي تو بي.
رايحين نقابل مجموعه من الشركات المستورده للمنتجات اللي احنا بنصنعها في الهندسيه. الشركات اللي بتيجي عندنا. بس حضرتك اصلك لو انت جبته هنا انت هتبقى بالنسبه لنا الفلوس اللي دفعت في شركه الطيران مش هتحجز غير في مصر للطيران، هتنزله في فندق في مصر، هو نفسه هينزل يتفسح ويصرف ويشتري ويشتري شويه قمصان ويشتري شويه هدايا تذكاريه ويشتري من منتجات مصنع كنوز لمستنسخات الاثار، يعني الرواج هيحصل داخلي اكتر ما ان انتوا حضراتكم تروح، ولا راي حضرتك ايه؟ مليون في المية. انا عايز دولار يتصرف جوه عندي مليون هنا. في المية، بس في دول يا فندم بيبقى الافضل ان انت تروح لها. الاوروبيين. مثلا. يعني احنا في باتا الاسبانيا من 7 مايو 23 مصنع طالع وهيقابل بتاع 25 شركة. كويس. يعني ما هو بي تو بي 25 ل 25 كانوا ال 25 دولت لو كنا جبناهم هنا وفسحناهم وديناهم الهرم وركبناهم الجبل. الاوروبيين ما بيجوش يا استاذ، ما بيجوش، ما بيجوش كده، ما بيجوش يجي على معرض كبير في كل قطاعات الصناعه انما ما يجيش زي ما حسام بيقول. يعني افضل هندسيا الاوروبي مش هيجي كده، الاوروبي ده لازم تروح له وتروح له مجموعه. يعني كنا بنطلع مثلا لجماعه مصنعين الجرارات، كنا بنطلع 5-6 شركات مصنعين الازاز ومصنعين الكراسي ومصنعين المسبوكات المعدنيه، نطلع مع بعض نقابل شركه احنا ممكن نعمل لكم 1-2-3-4-5 في مصر. وجاب نتيجه؟ الحمد لله جاب نتيجه كويسه جدا. تمام. تمام. وغيره من الاجراءات اللي اتعملت يعني. ف تمام. عايز اسال حضرتك سؤال مهم. مصر عملت للقطاع بتاع حضرتك مدينه كامله، يعني ما فيش مدينة الصناعات الهندسية ولا صناعة الملابس الجاهزة، عملوا لكم مدينة هو مش موجودة في الشرق الأوسط كله. حلو. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ طيب هتكلم الأول على مدينة الروبيكي اللي هي خاصة بدباغة الجلود. تمام. طبعا دي اللي اتنقلت من مجرى العيون، وديت احنا بنعتبرها فعلا نقلة حضارية كبيرة جدا ليكم ونقلة حضارية لأهل المنطقة والمصر كلها. مظبوط. طيب ينقصنا حاجة عشان أكمل المدينة ديت وأنقل حضرتك على الجزئية التانية. وهي أن المجازر في مصر لابد أن تكون آلية وفيها تتبع للجلود، وإلا إحنا هنخرج من بره منظومة الماركات العالمية. لأن النهاردة لازم يبقى عندي فيه تراسابيليتي أو اللي هو التتبع بتاع الجلد. إحنا بنفقد قيمة مضافة كبيرة جدا من الذبح البلدي. طبعا انت قطوع والذبح الالي، بس عشان نطمن الناس ده حلال، لانه حلال طبعا ليه الطرق اللي هي تخليه انه يبقى حلال، بس عشان خاطر الدول العربيه كلها ما بتشتغل ذبح الي. افريقيا النهارده بقت تقريبا ذبح الي، العالم كله ذبح الي. انا بس عشان خاطر الناس عند كلمه الالي دي بتتخبط. لا طبعا يعني هي بس احنا لان بتفرق قيمه مضافه كبيره جدا للجلد، بتفقد بيبقى فيه هادر كبير. طبعا هادر النهارده الهادر يتخطى ال 40 و50%. احنا عندنا حجم المذبوحات خارج المجازر 4-5 اضعاف المذبوحات داخل المجازر. ودي كارثه في حد يعني. احنا لازم نذبح بره عشان خاطر نحط ايدينا ونعمل نطبع على العماره. مش هو استسهال، ما انا ممكن اعمل الكلام ده واعمل نقط ذبح في كل قريه، في كل قريه صغيره، في كل نجع، في كل حته ممكن اعمل واعملها ممكن نصف آلي. أعمل في أماكن حتى صغيرة عشان مصاريف النقل والمزارع ولا الفلاح الراجل اللي بيربي يبقى عنده في منطقة ذبح أو أوضة ذبح. دي حاجة من الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها اللي ناقصة. إيه تاني؟ نرجع بقى للمنتجات والأحذية. إحنا فخامة الرئيس أمر بإنشاء 100 مصنع ومعاهم 68 مصنع لمستلزمات الإنتاج في برضه في الروبيكي. تمام. وتم انشائهم منذ اكثر من سنتين. حضرتك لازم يبقى في عندنا قرار سريع سريع في تسليم الاراضي ديت او تسليم المباني دي. هي مباني وجاهزه، جاهزه ان واحد يجيب مكنه ويشغله. وكان حتى في تفكير عند سياده الرئيس انه يجيب لكم المكن كمان يعني. بالظبط ده حضرتك فاكر كويس قوي اهو. واحنا قلنا لا خلي كل واحد يجيب المكن اللي هو تمام يتناسب معاه. لحد النهارده القصه واقفه تسعير، القصه واقفه عند مين؟ الولايه. ايه يعني الجهه المسؤوله عن مدينه الروبيكي اللي المفروض تسلم؟ دي كانت الاول كان في قرار جمهوري كان طلع ان الارض تابعه لوزاره الشرق للتنميه الصناعيه، والقرار في الاخر لان هو في تكلفه تمت التكلفه عاليه. فالنهارده لازم يبقى في عندنا
تغاضي شويه عن التكلفه ديت عشان اقدر اجيب ناس اجيب مركات. والا يبقى ما تم انفاقه راح. انا حضرتك النهارده لو جبت المركات ديت ال 100 مصنع دولت بمستلزمات الانتاج بتاعتهم، انا اللي بقول لحضرتك النهارده لو اشتغلت المصانع دي انا شخصيا بقى وهتحاسب على الكلام دوت، ال 100 مصنع دولت يطلعوا لو قلنا للصادرات فقط هيتخطى المليار دولار من صفر. خلي بالكم المهندس محمود سرج قال انا اتحاسب على هذا الكلام، فارجو ان المسؤولين يشوفوا حل لهذا الموضوع عشان خاطر نعرف نتحاسب بقى ونقعد نشوف موضوع المليار دولار ده شهر 4 السنه الجايه مع المهندس محمود. طيب حضرتك برضو ايه اللي موقفكم اكتر حاجه؟ انا متذكر كنت في اوائل الثمانينات وانا طالب في الجامعه سافرت النمسا، فدخلت عايز اجيب هديه لوالدتي الله يرحمها، فدخلت محل بيبيع مشا وملابس، فبقول للست عايز اجيب هديه لوالدتي، قالت لي عندي حاجه مش هتلاقي زيها في الدنيا، حاجه اسمها مهله. فالمهله كانت عامله كده، والمهله كانت كمان وقتها بتكسب الاهلي والزمالك كمان، يعني مش بس بتعمل كده. لا دلوقتي بقى في المحله بقى ليها براند نت ان اي تي، بتطلع اقطان لايطاليا وبتطلع. لا احنا بنرجع القطن المصري تاني والمحلة بتقوم تاني وهنشوف انتاج ليها. ده افلام هيتشكوك كان يقول لك ده الراجل ده اكتشفنا ان هو غالبا مرتشي، ده عنده ملايات مصري. يعني لا هي رجعت شيء غالي جدا. ايه اللي يخلينا نرجع تاني نخلق البراند اتخلق المصري تاني؟ البراند اولا الايجيبشن كوتن ليه جمعية القطن المصري، مصر بتصدر اقطان ليها دلوقتي كود اسمه دي ان اي تيستينج بيتعمل على اباله القطن، معروف دي مزروعه في انهي حوض في انهي فدان صحيح. وبنقدر ان احنا نحاسب الهنود لما يخلطوا القطن المصري بالقطن الهندي وندفعهم غرامات كبيره، وبقى في رواج لاسم القطن المصري في المعارض الدوليه. الملايات اللي حضرتك بتتكلم عليها، المحله دلوقتي اطلقت من سنتين براند اسمه نت. نت دي الآلهة الفرعونية اللي كانت بتغزل من الأسرة، اللي جت منها كلمة نيتنج بالظبط. ودلوقتي وديزاينز تلياني بتتنفذ في مصر، بتتصدر في ألمانيا. فين الأرقام؟ الأرقام يعني مش بسألك على الأرقام، مش بس بقول فين الأرقام إنها تتحقق من ورا ده، يعني الأرقام الكبيرة اللي بنطمح ليها. أول ما كمية المكن بالكامل تبقى انستولد في المحلة، الأرقام دي هتبقى أرقام رائعة. أولاً ليه أنا بقول أنا فرحانة إن قطاع الأعمال دلوقتي اتطور وهيدخل لنا غزول، بدل ما نستورد غزول من الخارج هنستورد غزول، هناخد غزول من المحلة ومن كفر الدوار وغيره. لكن اللي عايزة أقوله لحضرتك حاجة مهمة، إحنا مصر ما بتصدرش، أو يعني زي القميص القطن 100% بالقطن الرفيع اللي هو نمرة 120/2، القميص ده اللي احنا عايزين نطلع بيه تاني نقول القميص القطن المصري عالميا، بيقولوا اللوكسري او يعني الشياكه قوي والسوق الراقي قوي ما بيكملش 3% من اسواق صغير. القطن سوق صغير بنشتغل بيه، لكن واقع الامر ايه اكتر بنطلون احنا بنصدره، ايه اكتر بولو شيرت بنصدره، كله من اقطان قصيره. أسوأ أنواع القطن هي بتاعت البنطلون الجينز، لأن قطن تخين بنستورده مش موجود عندنا في مصر. فإحنا ليه ما بنزرعش بقى قصير؟ أنا سمعت على موضوع إن إحنا نحاول نزرع قصير التيلة، هل ممكن نزرع قصير التيلة؟ أعتقد إحنا نجحنا. هو كانت الميزة إنك مش بس تزرع قصير، أنت إنك أنت هتعمل حصاد آلي زي أمريكا. يعني امريكا عنده حصاد آلي بكميات ضخمه ومساحات شاسعه، دي موجوده في شرق الاوينات. بس هو احنا عندنا كانت مشكله في الفتره اللي فاتت لموضوع تفتت الملكيه، فبالتالي ما تقدريش تعملي. ما بنتكلمش على المنطقه دي خالص، احنا لازم نطلع حتت بره. وممكن نزرع برضو في السودان، وممكن نزرع يعني مصر تروح تزرع في السودان قطن مصري. قطن انا عايزه، احنا عايزين قطن قصير، احنا مش فارق معانا. طب العوينات كان فيها مشكلة حضرتك، كنا بنقول الكلام ده في الفاصل اللي قبل اللي فات، العوينات فيها مشكلة كانت زمان موجودة وحضرتك تتذكر كمان ده شرق العوينات، انها كانت الطريق الوحيد ليها هو الطيارة، والطيارة كانت بتيجي فاضية ترجع مليانة، فبيدفع
النولون بتاعها مضاعف. دلوقتي مع الطرق اللي اتعملت مع الشكل ده، اعتقد ان في نقله نوعيه تانية ممكن تحصل في المنطقه دي، ولا انا متحمس شويه زياده؟ هو احنا عايزين نحمس يعني دوله رئيس الوزراء ووزير الزراعه ان احنا نقول مصر محتاجه على الاقل 800,000 فدان زراعه قطن. لو قلت 300,000 فدان قطن طويل او قطن اكثر طولا، الكمية الباقية تبقى قطن قصير، ونتشجع ان احنا ننقل محالب جنب المناطق الزراعية، وننقل مصانع بتاعة حلق وغزل، او يعني نعمل، هو لازم يبقى فيه في الأراضي الجديدة. وبعدين دي كانت نقطة الخلاف بيني وبين المهندس محمد السويدي، ان انا اعمل المصنع في القرية فأبور حتة أرض عشان خاطر أعمل فيها مصنع، لكن في الجديد دي صحراء. وبعدين حضرتك أنا فوجئت إن إخواننا الآخرين بيزرعوا بينافسونا في زراعة القطن إزاي؟ هما مش إخواننا، هما الآخرين. الآخرين بيعملوا إيه؟ بيروح عند محطة المعالجة بياخد المية بتاعت محطة المعالجة بيزرع بيها القطن، بياخد الدرون يراجع بيه النبات اللي محتاج معالجة، ويشوف عنده 10 نباتات هم دول اللي ياخدوا المعالجة بتاعتهم. فبالتالي يبقى حضرتك مش بترش كيماويات، لا هو انت التكنولوجي غيرت وجه الحياة. التكنولوجي دي بس الاي او تي والارتفيشال، وليه لا تستفيد بيها غير لو منظومة التطوير الصناعي موجودة كاملة. التكنولوجي دي فلوس كتير قوي يا اسامة بيه، صحيح. ان مفيش الاجهزة مش بتساعد الشركات على ان هي تقوم عليها، الشركات مش هتتحرك، هتفضل محلك سر. هي دي الجزئية المهمة. وبعدين بس عارف يا حسام، هو بيزرع مش بالري ده، بيزرع بالتنقيط. في هيدروجين دلوقتي، وفي نانو بابلز، في تكنولوجيز كتيرة جدا في المية. يعني ده شغلي، فانا يعني فاهم ازاي تعلي البرودكتيفيتي بتاعت المية. وشرف النانو بابلز ده موضوع كبير قوي. النانو بابلز والهيدروجيل، ما هي الفكره ما بقتش ان انت تنقل الميه بس، ازاي تزود كفاءه قطره الميه، ازاي تحافظ عليها، موضوع مبتدئ. فاحنا عايزين نحمس وزير الزراعه مع وزير الصناعه مع دوله الرئيس، ونقول لهم طلعوا لنا 600,000 فدان قطن قصير في المناطق دي بهذه الاساليب الزراعيه، واحنا هنقلل لكم الواردات. ومعلش يا اسامه بيه، انا عايز اكد على حاجه. أنا عايز ريكومنديشن اخيره بقى، عشان ريكومنديشن اخيره، السرعة في الإجراءات اللي متفق عليها لدعم منظومة الصناعة. اتفقنا يعني، يلا بينا بس كده ونتابع بقى. يعني الدكتور مصطفى مدبولي مشكورا قال لك أنا هقعد بره كل أسبوعين، ده كلام محترم. ورجعت الحد الأدنى للأجور لكثيف العمالة، لأنه لن يتماشى مع أغلب هذه الصناعة، ده هيضرها. إحنا هنشتغل بيه لكن بأنظمة بالتدريج. تمام، في توصية أخيرة؟ طبعا يعني زي ما اتفقنا حضرتك، يعني وهي توجيه المساندة التصديرية بشكل موجه لبعض القطاعات أو بعض المحتاج. الصناعات، مش لازم القطاع كمان بالكامل. اتفق مع حسام بيه ان البعثات التجارية لازم نركز عليها. المعارض تمام دولت دي اللي هو تحقيق الهدف اللي هو زيادة الصادرات، ودور اللي حقيقي يعني في بس نقطة اللي هي دور التمثيل التجاري في من وزارة الصناعة في الخارج، هو أصبح له دور رئيسي. وأنا شخصيا لمست الكلام دوت في أحد المشاكل اللي موجودة للقطاع مع بعض الجروب لبعض البراندات العالمية، والتمثيل التجاري بيقوم بدور ان هو بيحلها. لا، التمثيل التجاري ده عايز له حلقه لوحديه، لانه هو التمثيل التجاري ظالما ام مظلوما، ده موضوع لوحده عنوان، بس مهم جدا نتكلم عنه، هو مهم جدا يعني. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يعني فيض من المعلومات، وفي نفس الوقت اديتونا حاله من حالات الحماس والتفاؤل، بشكركم عليها. بشكر السيدة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، شكرا لحضرتك. شكرا. والصديق العزيز المهندس حسام فريد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شكرا لحضرتك. بشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي بكرة على خير، وتصبحوا على ألف خير.